الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. حلقه بدايه الاسبوع من البيت الكبير. اكيد كلنا زعلانين طبعا. تعادل فرقتنا امبارح مع فيتا كلوب 2-2 في سيناريو اعتقد سيناريو غريب جدا جدا وصعب جدا يتكرر في الكوره. سيناريو بدا في الشوط الاولاني، النادي الاهلي ضاغط بكل خطوطه، فرص ضايعه كتير جدا جدا، واذا واحنا بنهاجم ومتصدرين المشهد هدف غريب جدا يخش في النادي الاهلي نتيجه خطا دفاعي. الشوط الثاني ضغط عالي جدا، النادي الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره الا احراز الاهداف، فرص ثانيه ضايعه كتير جدا، ولكن البدلاء عندنا طبعا محمد شريف ومروان محسن بيجيبوا هدفين في اللحظه اللي اطمئننا فيها كلنا كجماهير النادي الاهلي ان احنا حصدنا الثلاث نقاط في مباراه صعبه جدا. نفاجئ بالسيناريو الاصعب، ضرب الجزاء من وحي الخيال بتخلي النادي الاهلي يتعادل في مباراه مهمه جدا جدا مع فيتا كلوب. كل النقاط ديت هنشوفها مع حضراتكم، هنتابعها مع حضراتكم بالتفصيل. كمان السيناريو الاهم ازاي ان شاء الله النادي الاهلي يكون او يتاهل لدور الثمانيه، ده كمان موضوع مهم جدا. هنناقش موضوع مباراه النادي الاهلي مع فيتا كلوب بالنواحي الاداريه، اللاعبين، النواحي التحكيميه، والاهم كمان سيناريو ان شاء الله وصول النادي الاهلي لدور الثمانيه. كل ده من خلال النهارده حلقتنا في البيت الكبير، ومن خلال ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده في الفقره الاولى. معانا الناقد الرياضي ومحلل الاداء الرائع كريم سعيد، في الفقره الثانيه كمان واحد من نجوم النادي الاهلي في الثمانينيات وراجل صاحب انجازات كبيره جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، الكابتن محمد عامر. هنتكلم مع كريم والكابتن محمد عامر على ان شاء الله مشوار النادي الاهلي باذن الله والوصول لدور الثمانيه. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني. مبارك. مساء الخير جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة أول الأسبوع، والحقيقة الحلقة دي علشان خاطر جماهير الأهلي هنقول فيها حاجات كتير قوي. بس قبل ما أبدأ عايزة أنوه عن سؤال حلقة النهاردة هيتعرض دلوقتي حالا على الشاشة، وده على صفحات القناة الرئيسية طبعا ورسمية على مواقع الاتصال الاجتماعي، منتظرين تفاعلكم وإجاباتكم عليه طول الحلقة. السؤال بيقول: من المحترف الذي تتوقع تألقه مع منتخب مصر خلال المباراتين المقبلتين؟ وده يمكن برضو السؤال اللي هتناقش فيه مع ضيوفنا اللي هيشرفونا كمان شوية. يمكن كلنا أكيد بنتمنى الفوز على بنتمنى أن احنا نفوز على فيتا كلوب امبارح علشان نوصل لصدارة المجموعة ونقترب أكثر من التأهل. إنما زي ما بيتقال في الحالات دي، أولا قدر الله وما شاء فعل. يمكن النهاردة كمان في الشوط الاول امبارح تحديدا كان المفروض زي ما كل الناس اتكلمت وتابعنا كان ممكن يخلص 3-4 لصالح الاهلي، وكميه فرص لا حصر لها ضاعت من اللعيبه. لكن اكيد التعادل ده ادى او يعني خلى اللعيبه يستفيدوا منه، في درس مستفاد هنا. يمكن اهم حاجه من الدروس المستفاده ان يكونوا اكثر تركيزا مع اللمسه الاخيره دي اللي تقريبا كانت حوار كل الناس. اللعيبه امبارح يمكن وصلوا لبرمى المنافس اكتر من مره، في اكتر من فرصه ضاعت، فرصه سهله كمان. يمكن كل حاجه امبارح في الكوره اتعملت، ولكن اللمسه الاخيره دي يمكن افتقدت بعض الدقه، كلفت الفريق امبارح انه يتعادل امام بطل الكونغو. بس لو بصينا على المباراه من الناحيه الفنيه، انت المفروض افضل في كل حاجه، كنت افضل في كل حاجه، وده اللي ممكن يخليني النهارده برضو شويه اكون مطمنه وناقش كابتن هاني في ده، ان انت في المباراه اللي جايه ممكن تكون افضل، لان انت فعلا كنت افضل فنيا امام فيتا كلوب. مباراه كانت صعبه، ولكن برضو هنقول ونرجع نقول تاني، من غيره، من غير الاهلي بطل المحن والصعاب، ممكن يكون في تحفظات فنيه على بعض الامور، لكن ده مش معناه ابدا ابدا ان احنا نهاجم اي عنصر من عناصر الفريق، سواء كان جهاز فني سواء لعيبه. امبارح مروان يعني ادى بشكل رائع واحرز هدف، واحنا بنتكلم في فتره صعبه، يمكن فتره محتاجه ان احنا كلنا نتكاتف، تكاتف الجميع، كلنا لازم نكون خلف الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا في الدوري يوم الاربعاء اللي جاي امام الاسماعيلي طبعا، وبعد كده هنلاعب فيتا
مباراة لا تقبل قسمة على اتنين من وجهة نظري، علشان كده اللعيبة والجهاز الفني ومحتاجين كل الدعم في الفترة اللي جاية، محتاجين الثقة إن شاء الله نقدر نحافظ على اللقب الإفريقي في النسخة الحالية، وده يمكن محتاج مجهود أكبر محتاج أكيد مجهود أكبر. وخلينا نتكلم بكل أمانة، يمكن إحنا اتحطينا في موقف صعب، الموقف مش سهل جدا، لكن إن شاء الله أنا وإنتي هنسرد كمان تاريخ النادي الأهلي اللي مر بالظروف زي مشابهة. اللي مرنا مشابهة جدا جدا، وقدر يحصل يعني على البطولة ويوصل لمباراة النهائية، لكن الأمور صعبة وإحنا اللي صعبان على نفسنا بصراحة. المباراة امبارح أعتقد مباراة زي ما بقولك سيناريو غريب جدا، بنتكلم على فرص كتيرة جدا ضايعة، بنتكلم على استحواذ في اللحظات اللي يعني النادي الأهلي كان دايما قريب من التسجيل، كان بيبقى فيه هدف لفيتا كلاب، الهدف الثاني طبعا من ضربة جزاء من الحكم المغربي احتسبها بشكل غريب جدا جدا جيد. فده كمان وفي الدقائق الأخيرة، يعني صعب الأمور جدا جدا على النادي الأهلي انه كمان يقدر يتقدم بهدف او يحرز هدف الفوز. لكن خلينا نتكلم بكل أمانة، الأمور صعبة على مستوى المباراة اللي جاية، أنا شايف إنها هتكون مباراة أصعب من مباراة القاهرة. أكيد. أولاً بتتلعب في أجواء مختلفة من ناحية زي ما اتكلمنا الساعة 3 الظهر أو الساعة 2 بتوقيت القاهرة، لكن على ملعب ارتفيشال، ملعب ترتان. تقريباً النجيلة كلها صناعية صح؟ نجيل في الملعب هناك. وده بيختلف كتير جداً عن النجيلة الطبيعي، الجارية بتاعت الكورة، سرعة الكورة مختلفة. حتى الـ 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 يعني الادوات اللي بيلعب بيها اللعيبه، مثلا جزم الكره بتكون مختلفه، فدوت هيبقى لصالح الفريق، ما فيش شكل لصالح فريق فيتا كلوب لانه متعود على الاجواء ديت، ومش صالح فرقتنا ما شاء الله. يعني فرقتنا يمكن التدريبتين او ثلاثه اللي عملوها هناك ممكن تدخلهم شويه، لكن المباراه صعبه. المهم في الموضوع وان كمان المباراه صعبت بسبب الحكم بكل امان، احنا ما بنقولش ان الحكم هو السبب، وانا بحترم موسيماني جدا. يعني انا بتكلم يمكن خلال المؤتمر الصحفي يمكن موسيماني اتسال وقال سيره الحكم، لكن احترافيه موسيماني كان ممكن، خلي بالكم اي مدرب يطلع يقول ده الحكم واحنا كنا نكسب وفي اخر دقيقه وكل الناس شايفه انها ضربه جزاء مش صح. موسيماني كان عقلاني جدا جدا، وعجبني جدا تصريحه بالنسبه للحكم، قال مش عايز احط الحكم، انا بتكلمش على التحكيم، احنا بنتكلم على نفسنا، عندنا اخطاء كتيره جدا، عندنا فرص كتيره جدا ضاعت. ويمكن سال احد الصحفيين تقدر تعدلي عدد الفرص اللي ضاعت، ده نتيجه ان هو متضايق من الفرص اللي ضاعت بشكل كبير جدا. وكمان على مستوى التحكيم اكيد كان التحكيم ليه تاثير كبير جدا على نتيجه المباراه، لكن الاحتراف بيقول ان احنا خلاص احنا دلوقتي اتعادلنا 2-2، نبص لقدام. وخلي بالكم الحكم كمان من نخبه الحكام الافارقه سهامه، بنتكلم على حكم كبير كان مرشح كمان لمباراه النهائي الافريقي السنه اللي فاتت امام الاهلي والزمالك، فبنتكلم على قيمة في تحكيمية، لكن أساءت للتوفيق أو ما كانش عنده يعني حتى يعني ما انتظرش حتى يبص، أو البوزيشن بتاعه ما ادالوش القرار صحيح، وبالتالي حكم ضرب الجزاء أعتقد كانت صعبة جدا في توقيت صعب جدا جدا على النادي الأهلي. بلغة كل الخبراء التحكيمين اللي تبعناهم واللي قرينا عنهم كانت ضرب الجزاء وهمية اتحسبت للمنافس، واحنا دايما هنا يعني انت النهارده بتطالب بالعداله التحكيميه ليه في الملاعب؟ بتطالب بيها لان انت بتظلم المنظومه كلها، مش بتظلم بس جهاز فني، ومش بتظلم لعيبه، ومش بتظلم نقاط، لا انت بتظلم منظومه كامله. ففيها كانت علامه استفهام كبيره جدا وواضحه، واخطاء تحكيميه بالجمله. والمشكله هنا ان انت بتيجي من حكم كبير زي ما انت قلت، وده اللي بيخلينا دايما عندنا شكوك عن الاسباب النهارده اللي بتدفع حكم مش هنسمي اسم ولا هنقول رضوان ولا هنقول جيد، بس النهارده انت بتقول انه ده بيظلم الاهلي باي شكل من الاشكال، بتظلمه ضربه الجزاء القاتله اللي حرمتك النهارده من الفوز. وفعلا كل النهارده سمعت انا امبارح يمكن كابتن سمير عثمان المحكم طبعا الخبير والخلوق قال لك وهميه وهميه يعني ملهاش دعوه نهائي بضربه جزاء، ده كلنا شفناها. ويعني زي ما بتقولي رضوان ما كانش جيد يعني امبارح، لكن الموضوع في الفار يعني هل يا ترى الحكام اتعودت، السؤال الاولاني اتعودت ان يكون في فار، وبالتالي هو خد قرار سريع جدا قبل ما يكون في بوزيشن يسمح له انه ياخد قرار صحيح. النقطه الثانيه، ليه الفار مش موجود في دوري المجموعات؟ دي سؤال مهم جدا جدا. يعني الكاف عنده الامكانيات الماديه والماليه وعنده السبونسر اللي اكيد يوفر
التقنية دي. التقنية ديت لان تقنية مهمة جدا، وزي ما بنتكلم مش عشان كان في ضربة جزاء غير صحيح للنادي الاهلي، لكن على مستوى البطولة لازم بطولة كبيرة زي الشامبيونز ليج الافريقي يكون الفار موجود فيه. فخلينا نتكلم، وان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم في اسباب، احنا في موقف صعب جدا، واكيد اللعيبه ومعدن لعيبه النادي الاهلي على مر العصور، وهنتكلم مع ده مع الكابتن محمد عامر، اكيد مر بظروف صعبه جدا، لكن كلنا متعودين كجماهير النادي الاهلي ان اللعيب ولعيبه النادي الاهلي، جهاز الفني النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتكون سبورت قوي جدا في اللحظات الصعبه. احنا بنمر بظروف صعبه دلوقتي على مستوى المجموعه، ما فيش شك حطينا نفسنا في موقف صعب جدا، لكن لازم نكون سبورت للعيبه، وده اللي برضو قاله موسيماني قال انا سبورت للعيبه، لان اللعيبه ديت اللي خدت الدوري، اللعيبه دي اللي خدت كاس افريقيا، اللعيبه ديت اللي خدت ثالث العالم وبالتالي وكاس مصر، وبالتالي لازم نكون سبورت للعيبه. هنتكلم في بعض الاخطاء، في بعض الرعونه، كل دوت نتكلم فيه، لكن الاهم ان شاء الله بدايه من مباراه الاسماعيلي اللي هتكون كمان مباراه مهمه، لازم نكون سبورت لفرقتنا، سبورت للجهاز الفني، وان شاء الله من خلال الحلقه هتعرفوا حضراتكم ان هذا الموقف تكرر كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في بطولات افريقيه، وكان المنافس اكثر شراسه من المجموعه اللي موجوده معانا، لكن قدره النادي الاهلي وزي ما بقول لكم معدن لعيبه النادي الاهلي قدروا ان هم يحققوا البطوله ويوصلوا حتى للمباراه النهائيه. فكل التوفيق طبعا لفرقتنا، اكيد الجماهير زعلانه، لكن احنا في الوقت دوت محتاجين سبورت، محتاجين دعم كويس قوي، محتاجين ان شاء الله باذن الله 9 نقاط من الثلاث مباريات. احنا اهم حاجه احنا من هنا، وده دورنا ان احنا كلنا ثقه في اللعيبه، كلنا ثقه في اداء واداره الجهاز الفني للفرقه. عايزه افكركم ان انتوا اللي رسختوا المبدا ده، جمهوره ده حماه، جمهوره ده حماه، انتوا اللي قلتوا كده، فاحنا كلنا ثقه في لعيبتنا وكلنا ثقه في مديرنا الفني، وانا والحمد لله متاكده ان شاء الله ان ربنا هيعوض يعني. يعني أكيد باذن الله أكيد. لان انت بقول لك في الكوره امبارح عملت كل حاجه، صحيح كان ناقصك التوفيق، كان ناقصك المواقف، المواقف متكرره. يعني موضوع مهم جدا هتكلم فيه، اكيد صعوبه موقف النادي الاهلي في المجموعه طبعا بعد الهزيمه من فيتا كلوب بالتعادل، من فيتا كلوب بالتعادل، وغير طبعا الهزيمه من سيمبا، صعبت الامور شويه على النادي الاهلي، لكن الاهلي ان شاء الله زي ما بقول قادر على حصد 9 نقاط من الثلاث مباريات القادمه. وزي ما بنقول دايما في لغه الكوره، طالما لسه الكوره في ملعبك، يعني انت مصيرك بايديك، ان شاء الله لو حصلت على 9 نقاط ان شاء الله تتاهل، وتاهل كمان اول المجموعه. المباراه في الكونغو اكيد هتكون مباراه صعبه جدا، الاجواء زي ما قلت لحضراتكم اجواء مختلفه، بنلعب الظهر على ترتان نجيل صناعي مش متعوده اللعيبه عليه، لكن زي ما قلنا يمكن الاهلي كان مسيطر بشكل كبير جدا عن مباراه امبارح، 10 فرص تقريبا، يعني لو عديناهم كمان اكتر من 10 فرص، ومنهم فرص حقيقيه وفرص يعني بين قوسين كده اجوال محققه جدا ضاعت من النادي الاهلي، لكن يعني زي ما بنقول يوم هو بيبقى فيه يوم كده فيه عدم توفيق، في يوم مش هقول بقى عدم التوفيق كله، لكن كمان كان فيه شويه رعونه من اللعيبه، كان فيه شويه تسرع، وده اللي اتكلمنا عليه هنا في البيت الكبير، ان اللمسه الاخيره للنادي الاهلي ويمكن في الفترات الاخيره وخاصه امام المرمى يعني لازم يتعمل عليها شغل كبير جدا، اللمسه الاخيره مهمه جدا، كلنا بنشتغل في الملعب عشان اللمسه الاخيره ديت، فلو اللمسه الاخيره مش مظبوطه اكيد النتائج مش هتكون مظبوطه، فده مهم جدا، وهنناقش الكلام دوت يمكن مع كريم، هنناقش مع الكابتن محمد عامر، ان النادي الاهلي بيوصل بيخلق فرص كتيره جدا، فرص اهداف بالجمله، لكن الفينش اللمسه الاخيره الاهم في كره القدم كانت ضايعه امبارح، هو احراز الاهداف كانت ضايعه امبارح، مش عارفه ده سوء توفيق ولا سوء حظ ولا ايه يعني، ولا الاثنين مجتمعين، هو جزء بيني وبين جزء طبعا جزء اكيد عدم توفيق، لكن في كمان جزء على اللعيبه بكل امانه، جزء ان اللعيبه دي لازم تكون مركزه كويس، او ان اللعيبه ديت تفتكر ان خلي بالك الفرص اللي جات لنا في القاهره مش هتيجي هناك في الكونغو، عدد الفرص دي مش هيجي تاني، عشان كده دايما دلوقتي هتتكلم بلغه السيناريوهات المحتمله، صحيح علشان الاهلي صحيح يصعد مره ثانيه، ويمكن النهارده احنا طبعا يعني ربنا قادر على كل شيء، والاهلي كمان قادر انه يحقق الفوز باذن الله في السودان بالرغم من الاجواء الصعبه، بس في فرق كبير قوي في المستوى النهارده ما بين اكيد الاهلي والمريخ، ولازم ناخد كل
المباريات اللي جايه واحنا عندنا ثقه، لانه يعني انت الاهلي فتقدر تكسب بره وتقدر تكسب جوه. اما بقى المباراه الاخيره فهتكون في القاهره امام سامبا، وسامبا خلاص يعني تاكدنا كلنا كل التاكيد انه فريق مش سهل ولا هين، هتكون مباراه صعبه جدا وفي غايه الاهميه جدا علشان يعني الاهلي يتخطاها ويقدر انه يحسم هذه المواجهات دي كلها. طبعا احنا مش بنقول كلام وخلاص، احنا فعلا كلنا ثقه في فريقنا، كلنا ثقه في نجومنا، والثقه دي راجعه لاسباب كتير. يمكن اهمها النهارده انه الاهلي حصل معاه الموقف ده قبل كده، قلنا يمكن 6 مباريات قدر من 6 مرات يمكن ديت انه يصعد في 4 مرات وكمان حقق اللقب في 2 منهم. وممكن نوضح الموضوع اكتر من كده يعني يمكن للناس شويه. النهارده الاهلي بعد 3 جولات حصل على 4 نقاط بس، والموقف ده اتكرر قبل كده في بطولة 2006 لو تتذكروا. أكيد في جمهور عريض فاكر أنه الأهلي كان في مجموعة الصفاقسي وأشانتي وكوتوكوسا كوتوكو وإشبيلية وشبيبة القبائل، والأهلي صعد يمكن أو في كان تاني المجموعة النهاردة كنت بقرا التاريخ ده برصيد 11 نقطة بالظبط وفاز باللقب في الآخر، وفي الآخر فاز باللقب كان لقب غالي جدا. كمان خلي بالنا من الجزئية ديت، كمان في بطولة 2010 النادي الأهلي برضه حصل على 4 نقاط من اصل 3 مباريات، وكانت المجموعه بتضم كمان فرق كبيره، شبيب القبائل والاسماعيلي وهولندا النيجيري، وقدر كمان النادي الاهلي انه يصعد في المجموعه كتاني المجموعه. السيناريو الرابع كان في بطوله 2013 اللي كانت صعبه جدا، واللي كان في مجموعه اورلاندو بيراتس طبعا اللي وصل للنهائي، الزمالك كمان كان موجود في المجموعه، وليوبارد طبعا الاهلي قدر كمان انه يصعد في المجموعه برصيد 11 نقطه وكمان وصل تألقه وحقق الحلم الكبير وفاز بالبطوله الافريقيه في النهائي. النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم كمان يعني 6 مرات السيناريو ده مر على النادي الاهلي، وصل 4 مرات للمباراه النهائيه وخد الكاس افريقي 4 مرات، ويمكن فشل امام الترجي في مباراة النهائي الأفريقي. كل ده بنقوله ليه؟ كل ده بنقوله إن اللعيبة كمان تعرف السيناريو ده، إن الجهاز الفني يعرف السيناريو ده، إن شاء الله بنتكلم طول ما الكورة في ملعبك، الكورة يعني عندك أنت قادر بإذن الله تحصد من خلال ال3 مباريات 9 نقاط هتوصل. المباراة اللي جاية مباراة أكيد مباراة صعبة، لكن كلنا ثقة في لعيبتنا إن شاء الله. زي ما بقول لكم المشوار الأفريقي مشوار صعب، ويمكن بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله 9 كمان صعبت الامور على النادي الاهلي، لان كل فرقه بتلعبها بتلعب قدام بطل افريقيا، بتلعب قدام ثالث العالم، وبالتالي الحوافز عندهم بتزيد جدا، وده بيحط كمان مسؤوليه، واللعيبه لازم تعرف ده يا سهام، انك كل ما بتعمل بطوله وبتعمل اسم للنادي الاهلي ده بيحط عليك مسؤوليه، وبالتالي انك لازم تكون ملتزم جدا، ولازم تكون بتتمرن كويس جدا، ولازم تكون مركز كويس جدا، لان البطولات حامل البطولات او نادي البطولات الامور بتتصعب عليه في المشوار. كل الفرق طمعانه فيك، كل الفرق بتلعب باقصى مجهود قدامك، وبالتالي انت كمان كلاعب لازم تكون على قدر هذه المسؤوليه، ده قدرك. يعني دايما بيقولوا يعني فانيله النادي الاهلي دي مش رفاهيه، دي مسؤوليه كبيره جدا، واحنا واثقين في لعيبتنا، واثقين في جهازنا الفني ان شاء الله، ان احنا وكمان عندي ثقه كبيره جدا في جماهير النادي الاهلي، احنا محتاجينكم جدا. رساله من اكني لعيب في الفرقه، احنا محتاجين جماهير النادي الاهلي، واحنا واثقين ان جماهير النادي الاهلي تبقى سبورت في المواقف الصعبه، سبورت واقف ورا ظهر الفرقه ان شاء الله باذن الله. باذن الله نعدي الكبوه ديت، وصدقوني لو وصلنا لدور الثمانية باذن الله هنكون موجودين في المباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الاهلي لا يعرف المستحيل بجد. صحيح. يعني صحيح المواقف الصعبه يعني هي اللي بتأكد دوت، وعلى مر عصوره التاريخ بيثبت كل مرة صحة الجملة دي. والموضوع النهاردة بعد ربنا في إيد لعيبة الأهلي، زي ما احنا قلنا في البداية ان احنا نركز في ال3 مباريات اللي جايين نحقق فوز فيهم، وهنكمل المشوار، مشوار البطولة مشوار طويل ان شاء الله نفوز بيها، وده لانه الاهلي هو الافضل واللي بيضم يعني افضل لعيبة في القارة. فاحنا عندنا دلوقتي تقرير نشوف أي ماتش
هتلاقي الاهلي طبعا اخطر، وهتلاقي انه الماتش ده لو اتكرر مليون مره مش هيحصل اللي حصل في يعني في تنزانيا. ظهرنا بشكل كويس جدا وبشكل لائق، بس الاهلي يعني برضو قادر على انه يفوز على سامبا في القاهره، وزي ما كنا الافضل امبارح برضو على فيتا كلاب هنأكد بكل ثقه ده علشان نحقق الفوز باذن الله. ان شاء الله نحقق الفوز من خلال كمان مباراه مهمه جدا. خلي بالك ان شاء الله احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء باذن الله قدام الاسماعيلي، المباراه دي كمان مهمه جدا جدا في اطار استعداداتك لمباراه فيتا كلاب، مباراه العوده. فان شاء الله النادي الاهلي يوم الاربعاء هيلاعب فريق الاسماعيلي، فريق كبير، ودايما بغض النظر عن موقع نادي الاسماعيلي في جدول الدوري دايما متعودين مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ليها طابع خاص وليها جماهيريه خاصه، فدي مباراه مهمه جدا جدا. اكيد الدوافع هتكون كبيره جدا على لعيبه نادي الاسماعيلي والاداره وجماهير نادي الاسماعيلي اكيد بيلعب النادي الاهلي. كمان على مستوى النادي الاهلي لازم كمان نعيد الانتصارات، وده مهم جدا على الناحيه المعنويه، انك ان شاء الله تروح هناك في الكونغو وانت كسبان، ده مهم جدا. وعشان تكسب نادي الاسماعيلي لازم تركز كويس او تشتغل كويس او، وبعض الثغرات في الناحيه الدفاعيه لازم تتغطى، ولازم كل فرصه تجيلك لازم تسجل، وتاخد مباراه الاسماعيلي وكانها بروفه مصغره لمباراه فيتا كلاب، بغض النظر عن الفوارق الفنيه وعن فوارق الطبيعه والارض، لكن تاخدها من ناحيه التركيز، من ناحيه الاصرار، من ناحيه الفوز، من ناحيه انك تستغل كل فرصه، من ناحيه انك ما يجيش في جون، وده مهم جدا جدا هنتكلم فيه مع كريم سعيد. لكن خلينا نروح لتقرير ازاي النادي الاهلي بيستعد لمباراه نادي الاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. بدا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته المكثفه بقياده مديره الفني بيتسو موسيماني على ملعب التتش بالجزيره اليوم، وذلك قبل مواجهه النادي الاسماعيلي باستاد الاسكندريه في 7:30 من مساء الاربعاء المقبل ضمن منافسات الاسبوع 12 من مسابقه الدوري الممتاز، وايضا قبل المواجهه الصعبه والمرتقبه أمام فيتا كلوب على ملعب الشهداء بالكونغو يوم 16 من مارس المقبل، وذلك في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدور الأبطال الإفريقي. ورفض بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية بسبب ضيق الوقت من الآن وحتى موعد إقامة مباراة الإسماعيلي الأربعاء المقبل، والتي تعد البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، ولذلك قرر استئناف التدريبات اليوم للرغبة في تجهيز اللاعبين بشكل جيد. يدخل النادي الأهلي مواجهة الإسماعيلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة حصدها من 10 مباريات بالفوز في 7 مواجهات مقابل 3 تعادلات ولم يخسر أي لقاء، وله من الأهداف 21 هدفا وعليه 5 أهداف. شهدت آخر مواجهة للنادي الأهلي بالدوري الفوز على طلائع الجيش نتيجة 2-1 في منافسات الأسبوع 14 من مسابقة الدوري الممتاز، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 16 برصيد 10 نقاط حصدها من 14 مباراة بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في 7 لقاءات وخسر في 6 مباريات. وقبل بداية المران اليوم عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين وقام بدعم عناصر فريقه معنوية وشكرهم على الأداء الجيد أمام فيتا كلوب يوم أمس، وتحدث عن كم الفرص المهدرة للتهديف والتي لو تم استغلالها بطريقة صحيحة لكانت كفيلة بخروج الفريق فائزا بعدد وافر من الأهداف، وحذر لاعبيه بأنه لا بديل عن الفوز في 3 مباريات المقبلة بدور المجموعات، وقال هذه هي كرة القدم لابد من تقبل ذلك، وطالب اللاعبين بنسيان المباراة والتركيز على مواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري. وقام موسيماني بشرح خطة لعب الإسماعيلي وأهم مفاتيح لعبه والطريقة التي يعتمد عليها، كما حذر موسيماني خلال المران من الاستهانة بالمنافس في ظل امتلاكه لعناصر جيدة وعدم الانخداع بنتائجه السيئة بالدوري، وشدد الجهاز الفني على التمركز الصحيح داخل الملعب وضرورة التحرك بدون كرة مع عدم التباعد بين الخطوط وترك مساحات يستغلها المنافس في الاختراق مع التهديد الدائم لمرمى المنافس. ويأمل اللاعبون والجهاز الفني في تصحيح المسار من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء
ورسم البسمة على وجوههم بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتعلم جماهير الأهلي جيدا أن فريقها قادر على الفوز في المباريات الثلاث المقبلة بدور المجموعات، وفي مقدمتها لقاء فيتا كلوب في الكونغو ثم المريخ بالسودان وأخيرا سيمبا التنزاني بالقاهرة. ويتربع حاليا سيمبا التنزاني على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تذيل المريخ السوداني المجموعة برصيد نقطة واحدة. عايزين نطمن ونطمن جماهير الأهلي على التدريبات اللي حصلت. يمكن موسيماني قبل ما التمرين ابتدى كان حريص كالعادة يعني أنه يكون في جلسة ما بينه وما بين اللعيبة. النهاردة كانت في جلسة خاصة بينه وما بين جونيور أجاية على هامش التمرين. طبعا هو قال لك أنا لازم أستكمل التدريب النهاردة، لا راحة للعيبة فيما معناه. يعني النهاردة يمكن كانت الجلسة دي كانت عملت على تحفيز أجاية أكتر، كان بيتكلم في بعض الأمور الفنية. يمكن كمان عود أحمد بالنسبة لأجاية سجل هدفين ولا أحلف مرمى طلائع الجيش، قاد بيهم طبعا الفرق أنه يحصد 3 نقاط مهمين جدا. ظهر امبارح بشكل كويس جدا، ويعني وفي كمان في الهدف يمكن اللي سجله محمد شريف كانت في مرمى فيتا كلوب، وكان هو كان عامل اسيست اكتر من رائع. واجاييه يمكن دخل وسط المدافعين واحرز الكره، جت في العارضه ورجعت لمحمد شريف. لكن زي ما بتقول اسهام، طبعا اجاييه من اللعيبه المهمه جدا، ويمكن عودته للدوري من خلال فتره تغيب كبيره جدا جدا وظهوره بهذا المستوى اضافه كبيره جدا لخط هجوم النادي الاهلي. خلينا نقول كمان في لعيب مهم النهارده اعلن الجهاز الطبي جاهزيته لمباراه الاسماعيلي، هو صلاح محسن. صلاح محسن بقاله فترة كبيرة غايبة، كان عنده مشكلة في العضلة الأمامية. النهاردة الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي بيعلن أن خلاص صلاح محسن جاهز لتدريبات مع الفريق. وزي ما بقول كمان صلاح محسن عودته للفريق أعتقد عودة مهمة جدا جدا على الخط الهجومي، لأن صلاح محسن من اللعيبة كمان اللي ممكن جدا ان شاء الله انها من 3 فرص ممكن تجيب هدفين، ويمكن ديت اللي ناقصه النادي الاهلي شويه. مهاجمين على اعلى مستوى بنخلق فرص كتيره جدا جدا، لكن اللمسه الاخيره فينش. اعتقد صلاح محسن من اللعيبه اللي عندها هذا الفينش، عندهم هذا اللمسه الاخيره المميزه، وبالتالي عودته للتدريبات اكيد هيكون شيء ايجابي للنادي الاهلي. أكرم توفيق كمان لاعب الفريق النهاردة بينتظم في التمرين الجماعي. دكتور أحمد أبو عبلة قال أنه أكرم تعافى خلاص من الألام اللي في الأنكل في القدم، ودي طبعا حرمته أنه يشارك في مران الفريق الأخير قبل طبعا مواجهة فيتا كلوب الكونغولي امبارح في بطولة أفريقيا. وقال كمان أنه خلاص يمكن أكرم النهاردة جاهز طبيا وشارك في تمرين. كمان بيتسو موسيماني كان في جلسة ما بينه وما بين اللعيبة على ملعب التتش قبل ما ينطلق المران النهاردة الظهر، والجلسة برضو كان فيها بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الدوري، مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء اللي جاي في إطار منافسات الدوري. طبعا زي ما احنا شايفين التدريبات فيها تركيز كبير جدا، وهو ده المطلوب، وهو ده إن شاء الله بإذن الله يكون. احنا شايفين طبعا الجهاز الفني بيتابع اللعيبه في حاله هدوء، والهدوء دوت كمان مطلوب جدا، حاله من التركيز في التدريب. اللعيبه كلها عارفه المسؤوليه اللي عليها من خلال طبعا مباراه مهمه امام نادي الاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء، استعدادا للمباراه الاهم في المشوار الافريقي امام فيتا كلوب في الكونغو. كل التوفيق لفرقتنا، وكل ما يعني خبر كده سعيد بدخول بعض اللعيبه اللي غايبه، وان شاء الله يكون وليد كمان سليمان قريب، لان وليد سليمان كمان قوة لا يستهان بها على مستوى
مستوى القيادة على المستوى الفني، فرجوع صلاح محسن كمان للتدريبات ده شيء مهم جدا. زي ما بقول صلاح محسن من اللعيبة اللي ممكن تعمل الفارق في إنهاء الفرص، وده اللي ناقص النادي الأهلي في الفترة أكيد اللي فاتت. أكيد طبعا. طيب خلونا بقى نروح على طول على إسبانيا، لأنه طبعا عملية التصويت بدأ جدا، بدأ يعني من بدري النهاردة. النهاردة في نهاية للأزمة الإدارية في نادي برشلونة الإسباني، عملية التصويت على انتخابات رئيس جديد للنادي الأسباني طبعا الكبير برشلونة، انتهت من دقائق قليلة تحديدا الساعة 10 قبل ما ندخل، يعني ده اللي هي 9 عندهم تقريبا بتوقيت أسبانيا دلوقتي. التصويت بدأ من الساعة 9 صباحا بتوقيتهم، انتهى من شوية، وعلى منتصف الليل هيتم الإعلان عن اسم رئيس نادي برشلونة الجديد اللي هيختاره طبعا الأعضاء. بيتنافس في الانتخابات دي 3 مرشحين للرئاسة، خوان لابورتا ده الأوفر حظا أفتكر يعني من خلال الأصوات، توني فريشا، فيكتور فونت. النهارده ثلاث مرشحين، لكن لابورتا طبعا هو أعتقد الأقرب للفوز. الأقرب انتخابات برشلونة بيتم بتصويت 110,000 بالظبط، 110,290 عضو من أعضاء النادي. طبعا بسبب فيروس كورونا تم تسهيل على أعضاء برشلونة بعمل 6 مراكز للتصويت، أشهرهم طبعا هو ملعب كامب نو، وكمان كان في 20,636 عضو هيصوتوا بالبريد. دي كانت مشكلة في أسبانيا، هل ده وارد؟ لكن تم فعلا التصويت بالبريد وسمحوا به. مين الأقرب للنجاح؟ أكيد خوان لابورتا طبعا الرئيس السابق لبرشلونة اللي حقق مع الفريق تفتكر حضراتكم في عهده السداسية التاريخية لبرشلونة. كمان بالمناسبة علشان أي مرشح يتقبل أوراقه للرئاسة لازم يجمع على الأقل 2,200 توقيع من الأعضاء، وده طبعا مؤشر على مين ينجح. يعني يكفي نقول ان لابورتا حصل يمكن على جمع توقعات حصل على 10,272 توقيع من الاعضاء، وده رابع اكبر عدد توقيعات في تاريخ النادي. فيكتور فونت حصل على 4,713 توقيع. في الجانب الاخر او المرشح الثالث توني فريشا ده حصل على 2,822 توقيع من الأعضاء، وبالتالي واضح جدا طبعا خوان لابورتا هو رئيس برشلونة القادم أكيد. يعني انت كنت بتقول دلوقتي يجب على يعني اللي هو طبعا هيحصل على رئاسة النادي لازم يحصل على 2,200 صوت على الأقل، يعني توقيع من الأعضاء. طبعا ولازم يكون صاحب ميسي، يعني لازم يكون طبعا يعني الصديق المقرب كمان لميسي، وفعلا خوان لابورتا الصديق المقرب وهو الوحيد اللي معاه يمكن مفتاح ميسي زي ما بيتقال. فكمان تاريخه مع نادي برشلونة بيأكد انه الاقرب للنجاح بخلاف الارقام. كمان ميسي وابنه التصويت يعني فطبعا حط لابورتا يعني فخلاف طبعا يعني الارقام اللي انت ذكرتها كابتن، وبتأكد طبعا برضو انه يعني الاقرب للنجاح. هنا برضو يمكن في البيت في الكبير كنا بنقول تقريبا كنا عرضنا تقريبا وقلنا يعني اتكلمنا انت وعمر البنوبي عن الاقرب لرئاسه النادي وكذا. لا كمان اتكلمت مع عمر كمان على الكاف، يعني هو يمكن طبعاً عمر كان بيتكلم على لابورتا دوت هو هو يعني اكيد مكتسح بسبب طبعا السداسيه التاريخيه اللي عملها مع برشلونه، لكن اتكلمنا كمان على الكاف ويمكن اتكلمنا على موضوع الكاف من رئيس الكاف اللي جاي، وكان في تسويه، يعني التسويه دي تمت يمكن من اسبوع فات من الرئيس ومن النواب، يمكن ده اتحقق بشكل كبير وبشكل نهائي في اجتماع تم في موريتانيا امبارح، ويمكن شفناه على الشاشه، واتعمل مؤتمر صحفي كبير واتكلم فيه المرشحين رئاسه الكاف عن سبب انسحابهم. يعني انسحب السنغال اوجستين سيجنور والايفواري جاك اونوما، وكان اخر المنسحبين بشكل رسمي هو الموريتاني احمد ولد يحيى، اللي زي ما اتكلمنا قبل كده يعني هم عملوا تسويه وقالوا خلاص هو الرئيس القادم هو رئيس يمكن السابق لنادي سان داونز جنوب افريقي، وهيضع 2 من يعني من نوابه او من خلال المرشحين ضده، خد 2 نواب، وبالتالي يعني دوت كان مسبقا، يعني الامور كانت مسبقه متثبته بشكل كبير. على فكره انفنتينو كمان كان حاضر هذا الاجتماع، أيوة وكان وبالطبيعي جدا ان يعني هو الراجل انفنتينو كمان مهم جدا انه يختار الرجاله بتشتغل معاه، يعني مهم جدا العمليه الانتخابيه انفنتينو على مستوى الاتحاد الدولي بيختار كمان
يعني خاصة في أفريقيا، لأن الانتخابات على مستوى الاتحاد الدولي الأفريقي عندها أصوات كتيرة جدا جدا، يعني عدد الأصوات في أفريقيا كتيرة جدا، وبالتالي يهم كمان أنفنتينو اللي بيشتغل يكون تحت ولايته بلغة الانتخابات كده تحت جناحه، وبالتالي يعني كان في عملية ترتيب واضحة جدا لانتخابات رئيس الكاف في الفترة اللي فاتت. كان ليه كلمة مهمة جدا انفنتينو طبعا رئيس فيفا في موريتانيا، كان حاضر الاجتماع طبعا المهندس هاني بوريدا المرشح المصري على مقعد عضوية مجلس فيفا والمكتب التنفيذي الكاف، والتسوية اللي تمت برعاية الاتحاد الدولي، يعني يمكن كان غرضها الاستفادة من كل المرشحين زي ما قلنا يكون الجنوب أفريقي متسبي، هو رئيس الكاف بالتذكير النهاردة، وكمان هيكون معانا ابن سنجور السنغالي وأحمد ولد يحيى اللي من موريتانيا واللي هياخد منصب في الفيفا كمان، مهندس هاني بوريدا ومعاه المغربي فوزي لقجع، هما الأقرب طبعا لحسم مقعدين على أو عن الدول الناطقة بالعربية والإسبانية وأيضا البرتغالية في عضوية مجلس فيفا. عايزين كمان نتكلم عن يعني مباراة عظيمة جدا لعبها بايرن امبارح ودورتموند في الدوري الألماني، وكانت حافلة بالأهداف، يمكن 6 أهداف النهاردة وفوز 4-2 زي ما احنا شايفين، 4-2 لبايرن، مع انه طبعا دورتموند هو اللي كان هو يعني طبعا متقدم، زي ما شايفين يعني هالاند طبعا الصاروخ القادم بقوه في الكره العالميه، يمكن عمل ريكورد واحرز هدفين. يمكن بايرن اتاخر في اول 10 دقائق وده يعني كان صعب جدا على البايرن، زي ما احنا شايفين دورتموند بيتقدم 2-0، هالاند بيحط هدفين في يعني في 9 دقائق، اول يعني دوت اول لعيب في تاريخ البوندس ليجا انه يحقق هدفين في البايرن خلال 10 دقائق. لكن عوده للمباراه طبعا عن طريق النجم الكبير ليفاندوفسكي طبعا بيحرز هاتريك في المباراه، يعني رجع البايرن بشكل اكتر من رائع، المباراه كانت مثيره جدا جدا رغم ان يمكن دورتموند مبتعد شويه عن الاقتراب من 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 بايرن او المنافسه على البوندس ليجا، لكن زي ما احنا شايفين ليفا طبعا بيحقق ثلاثيه، كان في اصابه طبعا هالاند اعتقد خرج كمان نتيجه الاصابه زي ما حضراتكم شايفين، لكن سيطر البايرن بشكل كبير جدا على المباراه رغم تاخره 2-0 ورجع واحرز 4 اهداف، 3 اهداف طبعا بيحرزها ليفا، وزي ما حضراتكم شايفين استحواذ كامل للبايرن، اعتقد يعني هو خلاص يمكن قريب جدا جدا من حسم الدوري الالماني، ولكن لايبزيج كمان في المركز الثاني، البايرن لايبزيج دورتموند متاخر، اعتقد دورتموند كمان في المركز الخامس او السادس، لكن دايما مباراه يمكن اخر 10 سنين دايما المباراه ذات الصيت الاكبر ومباراه القمه في البوندس ليجا ما بين البايرن ودورتموند، وزي ما شفنا حضراتكم رغم تاخر البايرن في اول 10 دقائق بهدفين لكن بيرجع ويفوز 4-2 على دورتموند في مباراه اكتر من رائعه. كانت مباراه قويه جدا، وافتكر توابعها كمان كانت اقوى، لانه زي ما انت قلتي وشفنا هالاند اللي تالق امبارح وسجل هدفين خرج مصاب في الدقيقه 60 بسبب الكدمه اللي تعرض ليها، لكن النهارده مدربه قال انه الكدمه ديت خفيفه وهيشارك في المباريات اللي جايه بشكل طبيعي، وهالاند بالهدفين دول عمل رقم كبير وتفوق على ميسي ورونالدو، هو يعني وصل النهارده هالاند للهدف رقم 100 في تاريخه، وده في 146 مباراه بس، يمكن ميسي احتاج 210 مباراة علشان يوصل للهدف رقم 100 ورونالدو احتاج ل 300 صحيح. 301 كمان 301 مباراة علشان يوصل لرقم هالاند النهاردة، فده يعني الأرقام ديت النهاردة كانت سكاي سبورتس بتتكلم عليها أرقام كبيرة جدا، فهالاند معجزة مش بس طبعاً. يعني خلي بالك عنده لسه 20 سنة 21 سنة فلسه المباريات قدامه، يعني لسه المستقبل قدامه، يعني زي ما بقول لك هو القادم بقوة في الكرة العالمية، وطبعا وارد جدا انتقاله لأحد الأندية الكبيرة جدا على مستوى التوب 5 في أوروبا. لسه طبعا مع أجواء مباراة البايرن ودورتموند اللي كانت أكتر من رائعة، شهدت العديد من الأرقام القاسية زي ما قالت سهام، فالثنائية اللي أحرزها هالاند النرويجي مهاجم دورتموند في الدقيقة الثانية والتاسعة كانت هي الأسرع لأي لاعب في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ بالدوري الألماني على ملعبه، كمان في غضون 8 دقائق بالظبط 8 دقائق 41 ثانية كان هذا الثنائي أو الجنين اللي حرزهم هالاند على مستوى تحطيم الأرقام القياسية من لاعب كبير جدا
صغير في السن، ولكن هيكون طبعا هو القادم بقوة أو بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا في الكرة العالمية. طيب تعالوا نشوف تقرير عن هذه المباراة الرائعة ما بين البايرن ودورتموند، وبعديها فاصل، وبعد الفاصل نستقبل أول ضيوفنا هنا في البيت الكبير، الناقد الرياضي ومحلل الأداء كريم سعيد. لم يكن فوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 24 للدوري الألماني الممتاز مجرد مباراة قمة كلاسيكية بين الناديين الكبيرين، ولكنها مباراة حفلت بالأرقام القياسية الجديدة. الثنائية التي سجلها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند في الدقيقتين الثانية والتاسعة كانت الأسرع لأي لاعب في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ بالدوري الألماني على ملعبه، وذلك في غضون 8 دقائق و41 ثانية فقط. وبهذه الثنائية احتفل هالاند بمئويته بتسجيله 100 هدف في مشواره الاحترافي، واحتاج ل 146 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتاج 301 مباراة للوصول ل 100 مئويته، وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج ل 210 مباريات للوصول ل 100 هدف. وعلى الجانب الآخر، وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، خاض الحارس الألماني الأسطوري مانويل نوير مباراته الرسمية رقم 422 مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، ليتساوى مع كارل هاينز رومينيغا الرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري. وأصبح مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مرمى دورتموند فريقه السابق في مسابقة الدوري الألماني بوصوله للهدف 21 خلال 14 مواجهة، وهو الهدف رقم 27 له في مرمى دورتموند في مختلف المسابقات. سجل ليفاندوفسكي حتى الآن 31 هدفا في البوندسليغا، وذلك خلال 23 مباراة شارك فيها بالمسابقة، ليكون متوسط تسجيله للأهداف في المسابقة 1.35 هدف في المباراة الواحدة. ومع وجود 10 مباريات ما زالت متبقية للفريق في البوندسليغا هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي قريبا للغاية من تحطيم رقم الأسطورة مولر الذي ظل صامدا لنحو 4 عقود، حيث أحرز مولر 40 هدفا في موسم 1971-1972. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. الفقرة الحوارية الأولى هنناقش السيناريو اللي قلت لحضراتكم عليه، سيناريو غريب جدا جدا لمباراة النادي الأهلي مع فيتا كلوب. بداية من الشوط الأول سيطرة كاملة، فرص كتيرة أوي ضايعة لهدف مباغت من هجمة مرتدة وخطأ دفاعي. الشوط الثاني سيطرة وأهداف بالجملة ضايعة كمان، وتفوق النادي الأهلي بالبدلاء محمد شريف ومروان محسن وإحراز هدفين في ظل اطمئنان كبير جدا لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. مفاجأة كمان بسيناريو غريب جدا، ضرب الجزاء من وحي الخيال للحكم المغربي. عايزين نحلل كل ده بجانب كمان بعض الأرقام التحليلية. مفيش أفضل من الناقد الرياضي والمحلل الأداء الرائع كريم سعيد عشان يكلمنا عن سيناريو مباراة النادي الأهلي وفيتا كلوب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير لكل جمهور النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي. وأكيد طبعا هارد لك لينا نتيجة امبارح، أكيد احنا بنعتبرها نتيجة سلبية، كنا نتمنى ان المباراة تطلع انتصار وناخد 3 نقاط ونكمل مشوارنا بشكل يعني مطمئن اكتر، ولكن ما زال الامور الحمد لله يعني في ايدنا، لسه عندنا 3 مباريات. بس عايز ابدا معاك كابتن هاني من نقطة مهمة جدا. الناس دايما وجمهور الكرة دلوقتي بقى متطور وبيتابع الكرة الاوروبية، ودايما بنتكلم في نقطة مهمة قوي في التحليل. ايه هي بقى؟ الناس بتقول يا ريت يا جماعة احنا لما نيجي نحلل الأداء نحلل اللي شفناه، ما نحللش النتيجة. بمعنى ايه؟ احنا معتادين الفرقة لما تكسب نشيد بيها، والفرقة لما تتعادل او تخسر ننتقدها. ده الناس يعني معتادة على كده. طيب هنا احنا بنحلل النتيجة، لكن احنا عايزين نحلل الأداء، عايزين نحلل اللي شفناه. احنا مثلا في ماتش سيمبا حللنا
الاداء بشكل عام، عرضنا السلبيات وعرضنا برضو بعض الايجابيات اللي احنا عملناها في ماتش الجيش. فعلنا نفس الامر هنا في قناه النادي الاهلي، وبالتالي جه مباراه امبارح اعتقد واحده من المباريات اللي نادرا ما ممكن نشوفها. يعني دي بتفكرني بمباراه النادي الاهلي والنادي المصري في موسم 2004-2005، مباراه رقم 18 في الدوري، كان النادي الاهلي حقق مع مستر مانويل 17 انتصار متتالي. وجه عند مباراه النادي المصري، المباراه دي حسن مصطفى اطرد فيها في الدقيقه 29 من الشوط الاول، والنادي الاهلي لعب ناقص، ولغايه نهايه المباراه كابتن نادر السيد كان هو حارس النادي المصري. ساعتها النادي الاهلي ضيع 17 فرصه محققه على المرمى، يعني كانت مباراه غريبه. فهي المباراه دي شبه، بص بقى بنتكلم على المباراه من 2005 لغايه مباراه 2021، بنتكلم على مسافه. بس جزئيه هاخد الجزء الاولاني اللي اتكلمت فيه، احنا يعني برضو الناس تفهم النقد مختلف عن التحليل. احنا لما بنحلل اداء بنحلل اداء عشان ايه؟ علشان السلبيات بتظهر والايجابيات تكون موجوده، وبالتالي انت بتصلح سلبياتك وبتزود ايجابياتك. ده المدير الفني بيدرسه، يعني ايه بنحلل اداء، بنحلل اولا اداء فرقتنا واداء فريق المنافس عشان نطلع بالايجابيات والسلبيات اللي فينا في المستقبل. النقد على مستوى النتيجه وارد، كل الدنيا بتتكلم ان انت لما بتكسب، وانا لسه قبل الهوا بقول لك احنا لو كنا كسبنا 2-1 او حتى من العشر فرص اللي جات لنا كنا احرزنا هدفين، اعتقد الرد كان هيبقى مختلف على مستوى النقد. يعني لا، انا كمان هضيف على كلام حضرتك، ماتش صراع الجيش الاهلي كسب، لكن كان في نقد سلبي قوي للاداء، صح كده؟ جميل جدا. امبارح يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش ان احنا نكسب، وكان في شواهد كتيره ان احنا ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب ان المباراه دي تنتهي بفوز النادي الاهلي. لكن هل نقدر نقول النادي الاهلي امبارح في الاداء كان سيء او كان وحش؟ لا، صعب. هنا يعني هنختلف اختلاف جذري، لان الشوط الاول على وجه التحديد، يعني وهنا نتكلم على بيتسو موسيماني، والسؤال هنا كنا بنقوله في مباراه طلاع الجيش وماتش سيمبا، ان احنا نتمنى كل ما بنمر بتجارب الجهاز الفني يتعلم منها ويدينا دلائل صحيح. ان هو بيتعلم منها. فشفنا مباراه فيتا كلوب الى حد ما، انا في وجهه نظري الشخصيه الشوط الاول بالنسبه لنا ده افضل شوط انا شفته للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني لعب. ما بتكلمش على الفينش بتاع الهجمات، لكن لعب ووصولا لمرمى المنافس من جميع الجهات، يعني من الجهه اليمنى ومن العمق ومن الجهه اليسرى، كل حاجه في الكوره يا كابتن هاني عملناها، كل حاجه. وطبعا شفنا ان فيتا كلوب على الوجه الاخر لم يصل لمرمى محمد الشناوي في الشوط الاول غير بثلاث هجمات. انا هقولهم ثلاث هجمات طبعا، وبقول ايه هجمات دي ككلمه بس كده عنوان. يعني اول هجمه الكوره اتلعبت على الارض ومحمد الشناوي مسكها، دي كانت اول مره يوصل، اتلعبت بالعرض الضعيفه في محمد الشناوي. تمام. الهجمه الثانيه اللي اللاعب اخترق من الجبهه اليسرى وشاط كره عشوائيه كده طلعت عند الرايه الركنيه، دي الهجمه الثانيه. الهجمه الثالثه اللي جت في الدقيقه 42 وتم احراز منها الهدف. فده شكل الشوط الاول من عليك انت دفاعيا، لكن هجوميا خليني اقول لك اول رقم معايا النهارده، النادي الاهلي عمل 7 تسديدات على المرمى. على المرمى، يعني في الشوط الاول النادي الاهلي سدد 14 كره، سبعه منهم على المرمى، يعني 7 كرات، يعني 7 فرص تهديفيه تقريبا. التمريرات الحاسمه في نصف ملعب فيتا كلوب في الشوط الاول تمريرات حاسمه، يعني ايه؟ انت عملت كره بينيه وصلت لزميل، كره بينيه وصلت لزميل الشوط الاول بس. الشوط الاول 9 رقم واجمالي مباراه 15، فرقم كبير جدا. طيب نوصل للرقم الثالث المهم جدا في الهجوم، وهو المحاولات اللي على المرمى كتوتال بقى، يعني كمباراه ككل. من الجانب الايسر 30 محاوله، من العمق 32 محاوله، من الجانب الايمن 44 محاوله. وبالتالي الارقام بتفسر لنا الشكل اللي احنا شفناه. احنا النادي الاهلي في الكوره ككوره وكتكتك امبارح بيتسو موسيماني لعب بال 4-2-3-1 المعتاده، رجع اليو ديانج جنب عمرو السوليه، ودخل مجدي قفشه بلاي ميكر، وحط وولتر بواليا المهاجم، ولعب بيه وتقريبا تشكيله مثاليه. يعني واحنا في الهجوم
كنا بنلعب بطريقه اقرب الى 2-4-4. ليه؟ هو دايما كان مطير هاني وايمن اشرف. هاني وايمن اشرف طبعا بعد اصابه محمود وحيد طبعا بتمنى له الشفاء بعد النهارده، يعني هو في تمزق في العضله الخلفيه وان شاء الله يرجع النادي الاهلي قريب. والشكل الهجومي كلنا نتفق ان النادي الاهلي رغم التاخر في النتيجه، الحاجه الوحيده اللي ممكن نقول يا جماعه احنا تاخرنا في النتيجه هي الكلمه بتاعه اللي ضيع يقبل، بس ما حدش يقدر يقول ان احنا قدمنا نفس الاداء اللي قدمناه قدام طلائع الجيش لا طبعا او سيمبا. صعب، صعب جدا تلاقي حد يمتلك هذا الراي. وبالتالي نخش الشوط الثاني، مدير الفني دخل 45 دقيقه الثانيه وهو متاخر في النتيجه. تعالى يا كابتن هاني نعمل فلاش باك لماتش لتحليلنا لماتش سيمبا، لما قلنا ان تغييره محمد شريف ومروان محسن في نهايه المباراه كانت لازم تبقى جيده، لكن كان المفروض كانت تبقى بدري شويه عشان تديهم فرصه مزبوط. ان هم يجي لهم كرات عرضيه كتيره ويجي لهم محاولات اكتر، وبالتالي تقدر تديهم المساحه ان هم يقدروا يحرزوا اهداف. ناس تحب تلعب خماسي، انا لو انت النهارده قاعد احتياطي والماتش كله على بعض 20 دقيقه فانت عايز تنزل طبيعة. بس خمس دقائق ما تنزلش دقيقه او دقيقتين. فبالتالي شفنا بيتسو موسيماني لما لقى ان ولتر بوالي خلاص الحظ والتوفيق خلاص مش مساند قوي، خلاص المهاجم بدا هو كمان يتضغط نفسيا لما حط ايده على راسه وبعد الفرصه اللي انفرض ضيعها خلاص هو اللاعب خرج بره الجيم فطلعه. هنا هو صحح الجزء اللي كان كنا بنتكلم عليه في ماتش سيمبا وادى مساحه زمنيه اكبر لمحمد شريف ومروان محسن. طيب مع نزول محمد شريف ومروان محسن تم تغيير الخطه لانها تعتمد على اثنين رؤوس حرب، وعامل برضو فلاش باك مع حضرتك ولما اتكلمنا على دور مروان محسن وقلنا ان مروان محسن مستو الكبرى والمميزه جدا 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 لما بيلعب في خطه تعتمد على اثنين حد يكون جنبه يعني بالظبط ورؤوس حرب اثنين بحيث انك ترملهم كم هائل من الكرات العرضيه. هتلاقي ان محمد شريف مع مروان محسن مع دخول اجايه مروان عمل فرصه تهديف أول كرة. حلوة من اول كوره لا هو غير الهدف كمان عمل اسيست حلو قوي اعتقد لمحمد شريف في من خلال المباراه. ودي النقطه انا عايز اتكلم لمروان محسن. مروان محسن قدر ان هو يحقق هدف التقدم، يعني انت جبت التعادل وجبت التقدم في الدقيقه كام يا كابتن هاني؟ 76. يعني انت ما وصلتش بقى لايه للبلس 90 زي ما بنتكلم، لا انت قدرت تحقق التارجت بتاعك في الدقيقه 76. وخليني برضه اقول لك ان رقم مميز، النادي الاهلي في الشوط في المباراه ككل عمل 30 كره عرضيه، في الشوط الثاني بس 18 كره عرضيه بعد نزول محمد شريف ومروان محسن. يبقى هنا بالنسبه لي كبيره جدا، المدير الفني ارى الشكل بشكل جاي، ارى المباراه والاحداث بشكل جيد. الشوط الاول هو المسيطر، في طبعا باد لك حصل في كم هائل من الفرص وعدم تركيز ورعونه في الفنش من اللعيبه، وبصراحه اجاييه بيواصل التألق بتاعه وشفنا عمل اسيست في الشوط الاول لحسين الشحات، يعني اسيست ما يطلعش الا من احلى بلاي ميكر في الدنيا. الفيجن بتاعته والرؤيه كانت ممتازه جدا. الشوط الثاني قدر موسيماني هو يغير الطريقه دي. نقطه بس اللي انا حاسس ان احنا ربما كنا عندنا احتياج ليها، ان انت عندك ديانج ورك ريت عالي ربما لو كان تم الاحتفاظ بيه، علشان بنتكلم على ديانج على اساس ان تاني حسينا اخر ربع ساعه حتى بعد ما جبنا الهدف التاني ان ما كانش في ضغط عالي شويه في نص الملعب بالزبط. وحتى ضربه الجزاء الوهميه اللي حصلت طبعاً. نتيجه عدم ضغط ووصلنا اللعيب لغايه ما يخش ال 18 يعني. ورغم طبعا ركله الجزاء مش محتاجين طبعا نتكلم عليها ان هي واضحه جدا، وبصراحه انا بقول ده رضوان جيد، حكم ممتاز وواحد من افضل حكام افريقيا، وانا بعتبرها له خطا يعني نادر ما يحصل منه. شفنا الحكم ده السنه اللي فاتت في مباراه الاهلي والهلال السوداني في السودان كان اكثر من رائع، وبصراحه الحكم اثر طبعًا يعني طبعًا يعني طبعًا طبعًا اثر على نتيجه المباراه بشكل كبير. لكن زي ما الحكم بيغلط، زي ما الحكم غلط الغلطه القويه دي وكان يعتبر لا دي اوف ليه، ده دي اوف ليك انها تتحسب في تاريخك اوف لينا اكتر بالظبط، هي دي اوف لينا يعني هو دي اوف لينا بالزبط. احنا برضو كاداء ان انت وصلت للمرمى بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن التوفيق لم يحالفك في فرص كتيرة اللي اتيحت لينا على مدار شوط. طب خليني اخد برضو صف الجماهير كده، يعني انا كمدير فني سابق وفي الكرة اكتر شوية، لكن هتكلم بلغة الناس العادية يعني.
واحد يقول لك طب انا ايه لازمتها الارقام دي، لاعب من ناحيه الشمال 30 ومن وسط 40 ومن اليمين 25 كل الارقام دي في الاخر والنتيجه طلعت 2-2، ايه فايده الارقام ديت؟ مهمه جدا عشان ما تشوفش الاداء، مثلا بقول مثلا انا كوجهه نظري الاداء اللي شفناه في الموسم بتاع جريدو، لو احنا جبنا مثلا موسم جريدو وحطينا الارقام بتاعته قدام الارقام اللي معايا دلوقتي هنلاقي فيه فوارق شاسعه. هتلاقي ان النادي الاهلي اذا كانت النهارده كل النقد واقف بس على الفينش فدي نقطه نقدر نشتغل عليها، لكن ما اقدرش اشتغل على البيز كله، يعني ما اقدرش اشتغل على الفريم كله. بمعنى ايه عشان بس اوضحها للساده المشاهدين، اكيد طبعا اي فريق بيعاني من بعض المشاكل، كل الفرقه عندها مشاكلها. لو مثلا فريق عنده اصلا مشكله في الوصول للمرمى فدي مصيبه، دي كارثه، لكن انا بوصل، لكن مشكلتي في ترجمه الفرص. يعني طب انا هقف عند دي كده وهكلمك تاني بلغه الجماهير العاديه. ده جميل جدا. المسؤوليه كامله تقدر تحطها على المدير الفني ولا على اللعيبه ولا على الحكم. عندنا ثلاث اطراف يمكن الناس اتكلمت عليهم بشكل كبير. مسؤوليه النتيجه 2-2 تحملها لمين؟ يعني في ناس بتقول لا موسيماني ما عندوش، لانه راجل الطبيعي ان المدير الفني الكويس ان هو بيخلق فرص للتهديف وبيوصل فرقته للثلث الهجومي. ناس تقول لا على المستوى التغييرات، على مستوى زي ما انت قلت ممكن ديانج شويه كان استنى، على مستوى الدفاع، وهنتكلم على مستوى الدفاع النادي الاهلي بدا يخش في جوان بشكل مبالغ فيه غير السنه اللي فاتت، او على مستوى التحكيم. عندنا ثلاث نقط انت تقول انكلوجن كده سبب التعادل 2-2 في انهي منطقه اكتر. طبعا متفقين يا كابتن هاني ان تحليل الكوره هو وجهات نظر، طبعا كل واحد طبعا اكيد له وجهه نظر، مفيش وجهه نظر مطلقه صحيحه، مفيش وجهه نظر مطلقه خاطئه، كل واحد بيشوف الدنيا من منظوره بالزبط. وكل واحد بيبقى عنده مبرراته. صحيح. انا في ماتش سيمبا شفت ان كان في الى حد ما بعض الاخطاء التكتيكيه من عند بيتسو موسيماني، وفعلا هنا في قناه الاهلي استعرضناه. مباراه رائع الجيش انا ارجعت المباراه رغم الانتصار، الاداء الاجهاد كان واضح جدا، احنا مجهدين واثبتنا بالارقام وبالصور ان الاجهاد هو كان الازمه في المباراه دي. ماتش فيتا كلوب مباراه في دفاع مفتوح قدامنا، وبصراحه فيتا كلوب عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا. انا امبارح ارجع المسؤوليه، ما اقدرش امبارح بصراحه الوم بيتسو موسيماني في اي شيء. ربما انا من وجهه نظري كريم سعيد الا في حاجتين بس، انا دول نقطتين ومتعلقين بالقرارات في اختيار اللاعبين. يعني مثلا هتيجي تسالني كريم سعيد اقول لك لا ابدا بمحمد شريف، خلي كبدايه يعني بيمر فتره صعبه شويه، ابدا ده وجهه نظري. تمام. وجهه نظري في التغيير كنت شد عمرو السوليه ونزل ديانج. تكتيكيا في ارض الملعب المدير الفني عمل كل التسقاط بتاعته، وصلك لمرمى المنافس من اليمين ومن العمق ومن الشمال بكل الارقام المتاحه. في الشوط الثاني لما لقى ان الدنيا بتضغط عليه وايه بيخسر، هو متاخر في النتيجه ومضغوط وقت. مظبوط. يعني انت متاخر نتيجه ومضغوط في الوقت، الوقت بيمر عليك. ايوه. قلب طريقه اللعب بحيث نسهل على اللعيبه مساله الوصول، بمعنى انزل اثنين رؤوس حربه، وبدل يا جماعه بقى ما نقعد نلعب كره على الارض وتيكي تاك، لا انا اسف ارمي الكوره على الطرف وارمي الكروسات. نفس الجمله اللي احنا قلناها هنا، وطبعا اليوتيوب موجود والساده المشاهدين يقدروا يرجعوا ليه حلقتنا اللي كانت بعد ماتش سيمبا، واللي طلبنا فيها ان كان ساعتها يتلعب على الكرات العرضيه الكتير. وبالتالي انا اخر واحد ممكن امبارح انتقده بيتسو موسيماني والجهاز الفني، عملوا شغلهم بيرفكت. ولكن امبارح لو في دوم زياده شويه ونقدر نقول مثلا نقول يعني ايه رجاء لتركيز هيبقى من اللعيبه. صحيح. انت كم احترامي انا بتطابق كم احترامي اللعيبه النهارده المفروض احنا كان لعيبه دوليه، ف مش محتاج نصائح عشان تحط الانفراد يعني مش بتاع مدرب لا يعني مش مدير فني يعني. يعني اكيد مثلا بفسرها بايه يا كابتن هاني، بالطالب اللي في المدرسه بيتعلم انجلش والطالب لما يروح الجامعه ويخش كليه متخصصه في الانجلش، ايه الفرق؟ الطالب طول ما هو لسه في المدرسه بيتعلم انجلش فاكيد المدرس بيعلمك وبيديك الاساسيات وكل شيء، لما تروح الكليه ده مثلا انا كواحد مثلا يعني كنت في اداب انجليزي وكنت في الجامعه الامريكيه، الكليه والجامعه مش منتظر انها تعلمني الجرامر بتاع الانجليش، هي اوريدي فاهمه ان انا جاي في ثوابت خلاص في الحته دي انا بيرفكت، فهبدا بقى اخد الليتريتشر واخد حاجات شكسبير واخد حاجات الباقيه، فبالتالي كل حاجه وليها السيستم بتاعها. وبالتالي انا كنت شايف ان امبارح اللعيبه كانوا عندهم مساحه ان انت تخلص كل ده بشويه تركيز. بشويه انك
تفهم ان فعلا الفريق او الفرص اللي بتجيلك دي، ودي حتى قلناها احنا في فتره انت محتاج انك تقلل الضغط من عليك، بمعنى تستغل بدايه المباراه انك تفنش المنافس قدامك، تحطه تحت ضغط. يعني النهارده فيتا كلوب بيلعب 70 دقيقه او بيلعب مثلا 60 دقيقه وهو مغلوب 2-0 خلاص، حتى على مستوى الفينش كمان بيبقى فيه نعم. ريلاكس اشوي يعني طبعا. انا كل ما اللعيب مستعجل، ودي كانت طبعا. يمكن اتكلمنا عليها في البيت الكبير قبل المباراه، ان لما بتوصل للمباراه الوقت بيضيق فبيكون في استعجال طبعا. وحتى شفناها مثلا في كوره ايمن اشرف كان المفروض في 4 في ال 18 استعجل وشاطها لان اللعيب مستعجل يحرز هدف، وبالتالي بتاثر على اللمسه الاخيره. لكن نعم. انت لو كسبان 2 في الشوط الاولاني وهتجيلك نفس الفرص في الشوط الثاني اعتقد نعم. كنت احرزت منها هدف. ونقطه برده مهمه جدا كابتن هاني، ان جزء من برده احنا بنتكلم عن اللعيبه في ماتش طلائع الجيش، انا قدمت بعض الحالات اللي بتؤكد ان مثلا لعيب زي مجدي قفشه كان عنده بعض الامور السلبيه في 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 في, في الجري وفي استلام الكره في ملعب الخصم بسبب الاجهاد. انا امبارح ما اقدرش الوم مجدي قفشه على اداء اكثر من رائع قدمه في الشوط الاول. قفشه الشوط الاول مستلم الكره في نص ملعب فيتا كلوب، نص ملعب فيتا كلوب 8 مرات، نجح في استلام الكره 5 مرات ولعب 4 كرات بينية. فمجدي قفشة امبارح كان بيقدر يهرب من الرقابة، وكمان معدل التمريرات اللي فيها مخاطرة، ودي النقطة اللي بنتكلم عليها، انك تلعب التمريرة ما بين الخطوط. احنا مش عايزين تمرير عرضي بالزبط. ومش عايزين الباك باس، التمرير للخلف، التمرير اللي كان فيه مخاطرة في نص ملعب فيتا كلوب في الشوط الأول امبارح كان أرقامه مميزة جدا جدا جدا. أرقام مجدي معانا هي على نعم. الشاشة زي ما انت بتقول، تمريرات يعني ما شاء الله، يعني بتتكلم في 89% صحيحه، بتتكلم على صناعه الاهداف 1، صناعه فرص 5، كل ارقام كبيره، رقم كبير جدا في ماتش كارلي، وكمان في قدام فريق كان عامل زون وكان عامل يعني معدل لعيبه ان هو فيتا كلوب ما عملش اي هاي بريس عليه، ما عملش اي ضغط عالي امبارح خالص على النادي الاهلي. ومجدي قفشه كمان، بص هكلمك تاني بلغه الناس اللي قاعده وزعلانه من مجدي قفشه في الكوره اللي جت في اخر 3-4 دقايق بعد ما كنا 2-2 يعني اتعطل فيها شويه. فانا يعني اعتقادي الشخصي ان هو كان عايز يضمن قوي، لان قفشه يعني مضيع يعني انلاكي في فرصتين ثلاثه، اول مباراه واحده بدماغه والكره حطها جنب العارضه جنب اللي بدماغه وحطها كويس، انما اللي جنب العارض دي كان اعتقد ان هو كان لو اتجه للشوط القويه بدل ما يركن يعني. انت كنت محتاج انك تعمل فيرست تايم شوت قويه بدل ما انت تتجه للركن، ولكن حتى الفرصه دي نعم. كان الطبيعي انه يوقف ويشوط على طول او يشوطها دايركت صحيح يعني صحيح. يعني لكن كابتن هاني، لكن مش بنتكلم في الفينش طبعا، كنا بنتكلم في الفينش، هو جوه 18 لازم نقسم، هو جوه 18 ما هو تاني احنا بنقسم، واللي بيحب ان هو يخش في التحليل لازم تبقى كل الامور انت بتقولها مزبوط. يعني ما ينفعش ايه مثلا عشان ما يبانش ان انا مستقصد لاعب، انا ممكن النهارده اقول لك ايه مجدي قفشه وحش، طب وحش ليه يا كريم؟ تاني احنا بنعيد نفس الكلام بنقول كل مره عشان بس نبقى الدنيا واضحه. اوكي مجدي قفشه مثلا في صناعه اللعب 9 من 10، في استلام الكوره في نصف ملعب المنافس 8 من 10، في الفينش 5 من 10، لازم ادي درجه صحيح. عشان اقدر انا ابدا اصلح معاه. لكن مثلا انا النهارده اطلع من المباراه انت كنت وحش في كل حاجه، طب ما هيقول لي انا خلي بالك يعني في نقطه كمان رغم نعم. رغم بعض الانتقادات، لكن خلي بالك ان كمان الكاف نفسه نعم. في التشكيله المثلى في الدور دوت في دور المجموعات في الاسبوع الثالث او الجوله الثالثه، عندنا 11 لعيب منهم مجدي قفشه نعم ومحمد هاني من ضمن التشكيله، وعلى الصوره قدام حضراتكم ان مجدي قفشه موجود، دي تيم اوف ذا ويك يعني ده فريق الاسبوع في ماتش 3 او في الجوله الثالثه في التشامبيونز الافريقي، وجود محمد هاني ومجدي قفشه في التشكيله المثاليه للاسبوع الثالث من التشامبيونز ليج. ده دليل ان كمان اللي بنتكلم فيه رغم الناس زعلانه شويه من قفشه، لكن على مستوى التقييم الكاف نفسه حطه افضل اللعيبه في الجوله دي. بس انا هنا ككريم بقى، وبما اني بتكلم في قناه الاهلي، انا عندي هدف من كلامي، انا عندي هدف ان فعلا الوقت الحالي وبالظروف اللي احنا بنمر بيها في المجموعه في الوقت الحالي، طبعا اكيد بدون شك ان المجموعه بدات لحد ما تتعقد تتلخبط، طبعا اخر حاجه انا ممكن اعملها في الوقت الحالي ان انا اقول للاعيبتي ان انا ما بدعمكيش، ما فيش دعم، لا لازم النهارده دلوقتي ده اهم وقت للدعم،
ليه؟ لان انا النهارده انا متاكد تماما ان هم بيقدروا يقدموا جهد، متاكد تماما ان هم بيقدروا يوصلوا للمرمى، متاكد تماما ان هم ما بيبخلوش في اي شيء كان انا اوصل لمرمى المنافس. فبالتالي كل اللي انا محتاجه بس ان انا ازود تركيزي في الفينش واركز في... انا عندي 3 مباريات باقيه، فما ينفعش خالص في الوقت الحالي انتقد، ما عنديش مشكله خالص. وعايزين مثلا نبقى واضحين جدا جدا في كلامنا يا كابتن هاني، انا قلت في بدايه الفقره ان احنا اتعرضنا امبارح نتيجه سلبيه لا خلاف على هذا، لكن اخر حاجه انا افكر فيها دلوقتي ان انا احاسب اللعيبه بالشكل اللي فيه الفريق في الوقت الحالي بحساب اخر الموسم. ده لسه ما قلناش خلصت حاجه، يعني ما ينفعش، نقطه مهمه جدا، انا ما ينفعش يعني ايه احلل لهم دقيقه بدقيقه، لا طبعا. انا لازم اسيب الشخص يخلص كل التجربه اللي هو بيمر بيها، بس بنحط سبوت يعني طبعًا. دايما كل مباراه كده خلي بالكم يا جماعه التركيز، خلي بالكم الفينش، خلي بالكم كذا، فده مهم جدا. يعني حتى في التشكيله المثاليه محمد هاني موجود وقفشه موجود، اعتقد كمان اجايم في اعتقاد الشخص كان لازم يبقى موجود بارقامه كمان، ممكن طبعا عشان في لعيبه اخرى تالقوا بشكل في نتائج افضل. يعني ايوب الكعب طبعا امبارح جايب هدف خرافي، فريق الوداد طبعا جايب هدف خرافي امبارح، باكورد حلو جدا جدا. ولكن في كل الحاجات دي برده يا كابتن هاني انا ما باخدهاش حتى كام اشي، احنا مش الهدف ان انا هدي الدنيا خالص، انا هدفي ان انا اقول للناس ده وقت الدعم، وهدي مثلا بسيط جدا. موسم 94 95 كان معانا راينر هولمان، بدايه الموسم مع راينر هولمان، واللي شافوا الموسم ده يفتكروه طبعا موسم اللي النادي الاهلي كسبه في الاخر كان ساعتها نادي الزمالك فريق الاحلام، والنادي الاهلي كسب الدور الثاني ب 2-0 للكابتن حسام حسن وفيليكس. الدور الاول النادي الاهلي تعرض لسقطات كتيره جدا 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 في كره القدم، ده بيحصل ساعات، بيحصل لك يعني في كبوه في ده بيحصل، والسيناريو بصراحه بالسيناريو كان امبارح يعني ما بيتكررش، في بيحصل. وياما النادي الاهلي تعرض لكبوات، هي فكره مظبوط. ساعتها بقى تعمل ايه؟ هل النهارده ما طبعا انا عارف النهارده احنا في عالم سوشيال ميديا طبعا، وكلنا تاني هو بكرر دي وجهه نظري، كريم سعيد ما بفتشش على حد، كل واحد له وجهه نظر، انما انا في وجهه نظري الوقت الحالي للاداء اللي هو ما فيهوش رعونه، كان انا النهارده بخيل في الجهد او ما بجريش او النهارده في كسل او في كسل او في النهارده عندي مشاكل فنيه كبيره، لا لازم افرق. ليه؟ لان برضو العقاب او الحساب له طريقه. انا النهارده ما ينفعش حد يعني يخطئ في جزء معين واروح معاقبه عقاب شديد جدا فاخسر بقيه المشوار، المشوار ما خلص. وده اللي قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، في حد من الساده الصحفيين ساله طب وهتعمل ايه مع اللعيبه؟ قال له اعمل ايه مع اللعيبه؟ انا لازم اكون بالذات في الفتره دي سبورت للعيبه، ما تنساش دول اللي خدوا الدوري والكاس وبطوله افريقيا وخدوا مركز ثالث، ممكن جدا نركز على بعض النقاط اللي لازم اللعيبه على سبيل المثال التركيز لازم يكون موجود، وان الفرص دي ما تضيعش بسهوله كده، لكن انا محتاجهم كمان في المشوار الجاي، محتاجهم في ماتش مباراه الاسماعيلي، محتاجهم هناك في الكونغو. نعم. وبالتالي وجهه نظرك اكيد تحترم، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي تقبلها بكل ارتاحيه. وخليني يا كابتن هاني اخذك نقطه مهمه جدا برضو قلناها هنا اهو في البيت الكبير بعد مباراه سيمبا، ساعتها انا قلت لك ايبانجي المدير الفني لفيا كلوب انا متاكد ان هو في ماتش العوده هيختار الساعه 3 العصر صح مظبوط ميعاد للمباراه، رغم ان احنا دايما تاريخنا مع فيتا كلوب واديت الكونغو الديمقراطيه سواء مازيمبي دايما بنلعب الساعه 5 او الساعه 6 لما الكاف عمل التوقيتات الجديده بتاعت 3 6 9. واضح جدا ان الراجل هيختار لنا برده 3 العصر، وطبعا ملعب الترتان بتاع فيتا كلوب واحد من ملاعب الترتان، اللعيبه ما بتحبش تلعب على الترتان صحيح. فبالتالي احنا في الوقت الحالي ونيد او محتاجين ان احنا بنخلص حاجه تجربه نقفل ونبص لوراها ونحاول نتعلم ونكمل، لازم نتعلم ونكمل، لان العالم كله ده بيحصل. ده سيتي السنه اللي فاتت حصل له مشكله كبيره جدا، السنه دي بدايه المنافسه اقصده بتكلم هنا ايه، ما بعملش مقارنه، ولكن انا بقول ان بيحصل مشاكل. بمعنى ايه؟ برضو مع كامل احترامي احنا مش هنفضل ماشيين على نفس التراك على طول، لا ساعات هيحصل ابس اند داونز، الرياضه كده طبيعي. في ابس اند داون، في ابس اند داون، المهم احنا لسه بنحاول، شايفين ليفربول لا يا كابتن هاني وكمان بنحاول احنا ايه مهمتنا؟ ان احنا نقلل فتره الداون صح، هي جت اوكي، محتاجين بقى نعمل ايه؟ نقللها ونلم ورقنا عشان نقف على رجلينا تاني. ومهم جدا اذا كانت الحمد لله التجربه بيجي لنا في البدايه ان احنا نفنش بشكل جيد، وان شاء الله باذن الله نتعلم من اخطائنا، ونخلي بالنا ان احنا عندنا نقطه التلاته العصر هنشوفها
مع فيتا كلوب. احنا عندنا الماتش ان شاء الله يوم الاربعاء مع النادي الاسماعيلي في الدوري باذن الله النادي الاهلي، واتمنى طبعا من الجهاز الفني ان يبقى في نفس الحاله اللي لعبنا بيها سان داونز لما كان بيتسو موسيماني مدير فني، تروح مبدر التدريبات عشان موضوع الساعه البيولوجيه بتاعت اللعيبه بتعود تلعب 5 و7:30، ونبدا نتعود ان احنا ننام بدري ونقوم بدري عشان ماتش فيتا كلوب هيبقى الساعه 3 العصر. ونروح بقى للنقطه اللي انا لاحظتها ونقطه مهمه جدا، وهي الاهداف اللي بتتسجل في مرمانا. كنت لسه هكلمك الحاله بقى الدفاعيه يعني. نعم. انت حتى بتقول لي ان موسيماني خلال مشواره عرضت ارقامه لكن في رقم وقفت عنده. نعم. الخاص بالحاله الدفاعيه للنادي بالظبط. احنا طبعا اكيد بعد انضمام بدر بنون اكيد ادى اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي دفاعيا، والنادي الاهلي دفاعيا يا كابتن هاني في بدايه المباريات بتلاقيه اكثر من ممتاز. تخيل كل مبارياتنا مع بيتسو موسيماني مرمى النادي الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف من الدقيقه من بدايه المباراه لغايه الدقيقه 25. ده احصائيه مهمه جدا جدا برضو الساده المشاهدين لازم يركزوا فيها، ان اول ربع ساعه ما فيش اهداف علينا خالص. حلو، لما نيجي نحللها يا كابتن دي نحلل، وكمان ناخد بقى ايه من 15 ل 30 هدف، هدف واحد، وبالتالي ده بيبين لنا ان احنا بنبقى في قمه تركيزنا في اول نص ساعه من المباريات. طيب من الدقيقة 31 احنا دخل فينا هدف واحد من 16-30، وهو هدف احمد سمير لاعب طلائع الجيش ومن كرة ثابتة. ما اقدرش اقول لك ان هو حتى يعني كان عدم تركيز في المراقبة، لكن من الدقيقة 31 للدقيقة 45 دخل فينا 8 اهداف، وده يوضح ان احنا ربما يكون عندنا فول باور بنبدا بيه مباريات، وعشان كده احنا كلين شيت لغايه تقريبا الدقيقه 30. اللعيبه ذهنيا بينزلوا مباريات مركزين قوي وبيطلعوا فول كاباسيتي بتاعتهم، بتطلع في اول نص ساعه التركيز ربما في اخر ربع ساعه من الشوط بيبدا يهتز. فلما بدات ابص على الاهداف، هدف شيكابالا في ماتش القمه 31، هدف الاتحاد سيمي فاينل الكاس 35، هدفين مقاولين العرب السنه دي 38 و44، هدف سيمبا 31، هدف فيتا كلوب في ماتش امبارح 41، هدف مصر المقصة التعادل في بداية الدوري 41، هدف أبو إيل الأسمدة في الكاس السنة اللي فاتت الدقيقة 38، وعندنا هيتبقى هدفين فقط دخلوا في مرمانا في الدقائق برضو في آخر ربع ساعة من المباراة من الدقيقة 76 للدقيقة 90، هدف الوداد وهدف تاج الحلبي. ولكن الهدفين دول هتلاقي فيهم عامل مشترك، إيه هو؟ ان احنا كنا احرزنا عدد كبير. طيب احنا دايما او المدربين دايما بيقفوا او المحللين دايما بيقفوا على التوقيت بتاع احراز الاهداف ديت. نعم. لو في اول ربع ساعه بيقول لك مفيش تركيز وان نعم. البدايه لازم تكون اقوى من كده. نعم. لو في اخر المباراه بيعمل عمليه الاجهاد وان اللياقه البدنيه لما بتقل التركيز بيقل فبيخش اهداف. نعم. لكن الرقم من 30 ل 35 او من 45 اسف تحلله ازاي؟ لان اولا انت في كامل لياقتك البدنيه. نعم. يعني مش هتقول ده في جهد عالي. نعم. وبالتالي انت كمان عديت حمى البدايه. صحيح. البدايه وبالتالي. صحيح. شايف الرقم ده تحليله الفني يكون ازاي بالنسبه لموسيماني؟ شوف يا كابتن هاني، انا بشوف دايما ان لعيب النادي الاهلي في معظم الاشواط الاولى بنقدم اداء افضل من الاهداف، يعني دايما احنا بنقدم اداء اقوى من مساله احراز الاهداف. ربما مباراه المريخ الشوط الاولاني 0-0 والشوط الثاني جاب 3 اهداف، وبالتالي بتشوف ان الاشواط الثانيه للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني بتبقى افضل في التهديف من الاشواط الاولى، وده يؤكد ان بيتسو موسيماني بيقدر يحل بعض الامور. يعني احنا عندنا جمله مشهوره خدناها من التعليق، الشوط الثاني شوط المدربين، ده الشوط اللي انت بتحاسب عليه المدير الفني. وبالتالي طالما ان انت بتوصل للمرمى في الشوط الثاني فده بيؤكد لك ان المدير الفني ده ما بين الشوطين بيقدر يحل بعض الامور سواء النفسيه او الفنيه اللي بتخلي اللعيبه يقدروا. طيب. يحرزوا اهداف في الاشواط التانية. طيب احنا عندنا تاسك في الشوط الاول وثاني، احنا بنتكلم ان لسه الامانه برضو دي نحطها دايما ان بيتسو موسيماني ما خدش فتره اعداد مع الفرقه عشان نبقى واضحين مع بعض، احنا بنحاسب بقى عشان مثلا واضحين ان طالما ان انت عايز تحاسب يبقى تجيب كل النقط المتاحه قدامك. الشوط الاول احنا بدايتنا في الاشواط الاولى كلها بيرفكت، بنبدا بهجوم قوي وكاسح والمنافس بيرجع وبيقلق جدا 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 من ادائك، ورغم بعيدا عن مباراه سيمبا اللي كانت الساعه 3 ومباراه طلائع الجيش اللي كان فيها بعض المشاكل البدنيه، وبالتالي احنا
عندنا انا في وجهه نظري ارجع سبب دخول الاهداف مرمانا في اخر ربع ساعه هو ان اللعيبه لما بتعمل محاولات كتيره على المرمى المنافس والفرص دي لا تترجم الى اهداف، ربما يجي حاله من بعض كده من حالات الايه الاحباط. طب انا بدات ايه، انا عمال احاول ما جابش اهداف، فبفقد تركيزي في بعض الاحيان. بعض الاحيان دي بيقدر المنافس انه يستغل فرصه. ممكن احلل برضو من وجهه نظري فضل. يعني انت بتتكلم على عمليه، احنا الشوط الاولاني بنادي بشكل كويس لغايه الدقيقه 30 بنهدر فرص كتير، فبيجي عمليه نوع من انواع الاحباط رد نعم. الفعل نعم. مش وارد ان نتيجه ان احنا بنكتسح الشوط الاولاني بنعمل فرص للتهديف فرص لكن نعم. بنحرص اهداف، بيوصل للعيبه ان لا احنا نجيب جول، ان المباراه بتتسهل، ان المنافس طبعا. مش على قدر المسؤوليه ممكن. وبالتالي الجزئيه دي لما بتخش دماغ اللعيب اوتوماتيك ممكن بيقلل شويه عمليه مثلا الارتداد السريع بيقل طبعا. عمليه الضغط بتقل سهله الكره تتجاب طب حلوه جدا يعني طبعا. او كده كده يعني احنا هنجيب جول طبعا بلغه الكره طبعا. لا احنا قريبين فهنجيب جول في اي وقت، فده بياخد من تركيز اللعيبه في الحاله الدفاعيه نعم. وده لازم حتى موسيماني يشتغل عليه صحيح. اللعيبه تشتغل نعم. عليه، ودي نقطه مهمه جدا لينا احنا. احنا يعني احنا خلاص وقفنا على رقم، وطالما الرقم يا كابتن هاني اتكرر يبقى هو يبقى عاده طبعا. احنا محتاجين نخلي بالنا منه، يبقى احنا محتاجين في الفترات الجايه باذن الله والكمال لله وحده. احنا طبعا اي حد عنده اخطاء، والانسان الذكي والانسان الشاطر هو اللي يشوف خطأه فين ويبدا يصححه. احنا محتاجين طالما جت علينا الدقيقه 30 اقرب الساعه جه على الدقيقة 30 ونشوف النتيجة عاملة ازاي. يا جماعة ما تخسروش تركيزكم يا جماعة، زي كده المدربين الباسكت والهاند بول، وطبعا بحيي طبعا فريق الباسكت على الريمونتادا العظيمة بصراحة اللي عملوها ماتش بصراحة تاريخي، يعني حاجة زي كده. هي حاجة احنا محتاجين حاجة زي كده. طبعا الألعاب دي المدير الفني قاعد واقف على الخط، طبعا بتتدخل، طبعا نظام اللعبة مختلف فبتتدخل في كل لعبة، فاحنا محتاجين تيجي علينا الدقيقة 30 ما تخسرش تركيزك. وتيجي كمان خلي بالك دي كمان درس الموسيماني، لان نعم. الموسيماني في فترات كتيره بيطلع مثلا ديانج، بيطلع تقريبا واحد من الاثنين ديفندر نعم، وبيشتغل بس دي في اخر المباراه بيعملها في اخر المباراه. ما نعم. ده كمان درس المستفاد لموسيماني يوصله للعيبه، يا جماعه نعم. التركيز لازم يكون في اعلى مستوياته، ويبقى نعم. فيه تعليمات صارمه. حتى انا ما بتكلمش على خط الدفاع، دايما المشكله مش خط الدفاع نعم. المشكله بتيجي مثلا من خط النص شويه، الارتداد المهاجمين طبعا. شويه طبعا. فده بيأثر على الجانب او طبعا. في اخطاء طبعا في خط الدفاع، لكن مش هنشيل خط الدفاع كل نعم. فده كمان من الارقام اللي بتساعد موسيماني انه طبعا. يشتغل مع اللعيبه طبعا. في ما بين الدقيقه 30 ونهايه الشوط الاول بالظبط. ونقطه مهمه جدا يا كابتن، انت كمان معاك القايمه اللي تساعدك انك تصح الكلام ده كله، يعني انت صحيح. معاك قايمه اصلا، قايمه قويه جدا بتقدر النهارده انت من خلالها تطور الاداء بشكل عام. يا جماعه احنا محتاجين نعمل، بدليل ان الشوط الاول قدام فيتا كلوب انت بتلعب جيم استحواذ كامل بتحقق التارجت منه. طيب الشوط الثاني يا جماعه وقف الاستحواذ ويلا نلعب كورسات بتحقق برضو صحيح. اللي انت عايزه. فبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت معاك لعيبه بتديك القدره انك تطبق الفكر اللي انت عايزه. ساعات احنا ياما جالنا في تاريخ النادي الاهلي بعض القوائم اللي ما كانتش تساعد النادي الاهلي انه ينفذ او تساعد المدير الفني يتنوع في طبعًا. الهجمات او طبعًا. يبقى عندك شكل واحد للهجمه او شكل واحد للشكل الهجومي او حتى الدفاعي يعني. بس النقطه هنا مهمه بقى، طالما انا متاكد ان القايمه دي معايا يبقى ما كسرش مجادفها، مفيش طبعًا. مشكله في بعض النتائج السلبيه بتتحقق اوكي نبدا نعالج ونبدا ننتقد وكل حاجه، بس انا متاكد تماما اهو انا بعيد وزيد في الكلمه دي، اخر حاجه ممكن حد يقول على ماتش امبارح ان بيتسموس ان الاهلي قدم مباراه وحشه. لا انا مع كامل احترامي ده مش تحليل، ما ينفعش. في سوء توفيق، في بعض الاخطاء اللي حصلت في مراكز اللاعبين ودي ممكن نختلف فيها، لكن الاداء بشكل عام الارقام لما هتروح توديهم لاي محلل اداء في العالم او اي مدير فني في العالم يقول لك انت عايز تاني. خلي بالك الجماهير صدقني كل الناس اللي بتنتقد الاداء اعتقد لو النتيجة أولا خلصت 2-1 كان الكلام هيتغير. لو كنا جبنا مثلا جون من العشر فرص اللي جت، يعني كسبنا 3-0 نعم. بنفس الشكل وبنفس الأداء كان يقول لك أداء عظيم. فهو نعم. دايما الناس بتربط الأداء بالنتيجة للأسف بالظبط. وإحنا أنا بصراحة عايز في يعني إذا كان الوقت الباقي معانا قليل إن أنا أركز على نقطتين بقى خلاص هنقفل القديم ونفكر في الجديد. الجديد إن أنت في نقطتين محتاجين نخلي بالنا منهم الفترة
الفتره الجايه. اول نقطه وهي خاصه بمباريات الساعه 3 العصر، ان خلاص كده تاكد رسميا ان هنلاعب فيتا كلوب الساعه 3 العصر، وهنلاعب المريخ السوداني في الجوله الاخيره 3 العصر. يبقى محتاجين في المباريات دي قبليها بحوالي 4 أو 5 أيام التدريبات لحد ما تبقى بدري شويه عشان اللعيبه تنام بدري، وبالتالي هنلعب سيمبا الجوله الاخيره يعني بالظبط، وبالتالي اللعيبه تقدر ان هي تحول الساعه البيولوجيه بتاعتها، بدل ما بنلعب 5 7:30 اجسامنا جاهزه انها تلعب الساعه 3 العصر. طبعا موضوع ارض الملعب ترتان اللي هنلعب عليه. والنقطه الثانيه هي التركيز في الربع ساعه الاخيره من الاشواط الاولى، محتاجين ان احنا نبوش مع بعض. يلا يا جماعه، يعني حتى يعني تركيز على مستوى الدفاع. يعني مثلا واحد مثلا من الحاجات اللي بنتعلمها مثلا في البينج بونج، بما ان انا يعني بلعب بينج بونج في النادي الاهلي في فريق الرواد، واحده من النقط اللي المدرب دايما يقولها لي، وانت لما تكسب نقطه قدام منافس قوي دايما شجع نفسك، ما تسكتش، شجع نفسك. شجع نفسك ليه؟ عشان دايما تخلي نفسك فوكست، دايما تخلي مركز. نفسك مركز، وتخلي نفسك فايق. خدت نقطه، شجع نفسك عشان تكمل اللي بعديها، شجع نفسك، شجع نفسك، شجع نفسك. فدي نقطه احنا في وجهه نظري محتاجينها من الباسكت، محتاجينها من الهاند بول، محتاجينها من تنس الطاوله، انك تيجي عليك الدقيقه 30 شجع نفسك، يلا يا جماعه هنثبت وهنكمل. ودي بتيجي من جوه الملعب وبتيجي من الاداره الفنيه كمان، وهي نقطه نفسيه بحته، ما فيهاش احنا بنتكلمش خالص على خطا فني خالص، هي مش خطا فني، لا دي نقطه نفسيه، طالما ان الامر تكرر كذا مره في التدريب. وحتى لو في اخطاء فنيه، انا برجع لها ان بيبقى ساعات اللعيب ضمن بشكل كبير جدا ان احنا يا جماعه الماتش بتاعنا احنا راكبين الماتش بلغه الكوره كده، راكبين الماتش وهنجيب جون هنجيب جون صحيح. وبالتالي بيوصل له احساس ان حتى لما بتيجي هجمه خطر كده كده تركيزه بيقل فبيغلط. فدي جزئيه مهمه جدا ان شاء الله نعالجها. حاجه اسالك على اللي عدى خلاص، يعني المباراه وعدت اكيد السيناريو ان شاء الله، علشان باذن الله فرقتنا النادي الاهلي توصل للدور الثمانيه، ايه اللي يتعمل من خلال المباراه؟ انا بتكلم على نتائج يعني طبعا. اكيد المباراه بيتا كلوب مباراه صعبه هناك يعني، فاشرح لنا كده السيناريو. انا دايما يعني بشوف في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، من خبراتنا مع بطولات دوري الابطال في السنوات الماضيه، ان انت دايما بتقسم البطوله ماتشات على ارضك وماتشات خارج ارضك. انت بيبقى المفروض بيبقى عندك 3 ماتشات على ارضك، يفترض انك تاخد منهم 9 نقاط، وعندك 3 ماتشات خارج ارضك، في وجهه نظري الشخصيه محتاج انك تاخد منهم 4 نقاط بحيث ان يوصل عدد نقاطك 13 نقطه، وفي افريقيا اللي بياخد 13 نقطه في وجهه نظري بيتصدر يعني احنا زي اوروبا ما بنوصلش 15 و16 وكده. وفي بعض الحالات النادي الاهلي وصل ب 11 نقطه بس كان يعني وصل كتاني مجموعه يعني. فاحنا دلوقتي واقعيا احنا خسرنا 5 نقاط. ال5 نقاط دول احنا هنيجي نقسمهم، احنا من 9 بتوع ارضنا خسرنا منهم لغايه دلوقتي 2، وخارج ارضنا احنا خسرانين من 9 خسرنا 3. يبقى انت لازم تعوض النقطتين اللي انت خسرتهم في ارضك بانتصار بره. خارج الارض ناقص لك كام ماتش خارج الارض؟ ناقص لنا 2، واحد مع فيتا كلوب، واحد ان شاء الله مع المريخ السوداني. فانا في وجهه نظري الشخصيه باذن واحد احد احنا ناقص لنا 9 نقاط باذن واحد احد. اذا خدنا منهم 7 نقاط فكده هنوصل ل 11 نقطه مع خدمه في النتائج المباريات، ربما ناخد الصداره. مش عايزين خدمات بصراحه يعني، ربما ناخد يعني انا بتكلم على الصداره. بتكلم على الصداره بالظبط. لكن انا بشوف ان احنا اقل تقدير لينا من 9 نقاط 7 باذن واحد احد. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمنا، خدنا 9 نقاط، يبقى باذن الله النادي الاهلي متصدر للمجموعه ان شاء الله باذن الله. طيب اخيرا بالنسبه ازاي يكون مباراه الاسماعيلي اللي جايه مباراه مهمه في الدوري طبعا. دايما انت عارف مباراه الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن موقع الاسماعيلي في جدول المسابقه مباراه ليها جماهيريه وليها قيمه. ازاي تكون المباراه ديت كريم اولا نستفيد منها على النواحي ان شاء الله التصدر الدوري او العوده لتصدر الدوري، وكمان ناخد منها استعداد لمباراه فيتا كلوب؟ اتمنى ان احنا نقول لنفسنا يا جماعه احنا حققنا 80% او عالجنا 80% من بعض الامور اللي كانت بتواجهنا في اخر ماتشين قدام سيمبا وقدام طلائع الجيش، وعايزين نثبت. يعني احنا وصلنا للنقطه دي نثبت عليها. ايه هي بقى؟ ان احنا عايزين نحقق نفس عدد المحاولات على المرمى اللي احنا حققناه في فيتا كلوب. يعني خلق فرص، عدد الفرص اللي جينا نمسك فيها. وشوف يا كابتن هاني لما احنا هنتكلم الكلام ده هتلاقي الناس كلها بتقول لك ايه صح. طيب خلي بالك الكلمه هي هتتقال ساعه الماتش باتجاه وهتتقال بعد الماتش باتجاه. فاللي انت وانت رايح تلعب الاسماعيلي لما تيجي تقول يا جماعه احنا عايزين نحقق
نفس عدد المحاولات اللي حققناها في مباراة فيتا كلوب. وبإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما أعتقدش إن إحنا ممكن نواجه سوء الحظ اللي إحنا واجهناه في مباراة فيتا كلوب. ولكن عايزين نقول للعيبة خلي بالك بقى، خلي بالك اسمك لما يتقال إن أنت رحت انفراد بالمرمى بعيدا عن الأمور التكتيكية ما ينفعش تضيع. يعني مثلا طبعا لو ما فيش جهاز فني أصلا قاعد بره، أصلا فيش جهاز فني قاعد بره وأنت أصلا رايح انفراد بالمرمى، فيفترض من طالما إن أنت مكتوب في الكارنيه بتاعك لاعب في النادي الأهلي ما ينفعش الفرصة دي تضيع. فبإذن الله بإذن الله خلاص نعدي الفترة اللي فاتت، يا ريت نحقق نفس الشكل اللي عملناه قدام فيتا كلوب والتركيز بتاعنا يعلى فنقدر نحقق نتيجة أفضل. طيب حققنا مثلا، أنا بحب لغة الأرقام إنها بتديك مؤشر تطور الأداء بتاعك. طيب بإذن واحد قاعد حلينا جزء من موضوع الفينش، نبدأ نقول لنفسنا طب نثبت على كده والمرة اللي بعديها نزود بحيث حققنا 50% نحقق المرة اللي بعديها 70%، حققنا 70% نوصل ل 90%. لازم تبقى لغة الأرقام هي اللغة اللي بتسود الأسلوب ما بين ليه بقى يا كابتن هاني؟ عشان اللعيبة النهارده الجمهور بيقول اوحش حاجه انك تطلع لعيب سابع سما ولما يخسر تروح منزله سابع ارض. لا، انت عايز تبقى يعني في الوسطيه، عايز تقول للعيب انت غلطت في كذا واجدت في كذا، انت غلطت في كذا واجدت، والمدير الفني انت غلطت في كذا واجدت في كذا، بحيث يحصل نوع من التطور. وانا اديت مثل بمستر هولمان في موسم 94-95 الدور الاول، احنا متاخرين عن نادي الزمالك بفارق 6 نقاط كامله، فريق كان قوي جدا نادي الزمالك. الدور الثاني النادي الاهلي فنش الدوري قبل نهايه الدوري باسبوع، وانت اصلا كنت داخل الدور الثاني. احنا اخر مباراه لينا في الدور الاول انا فاكر كنا بنلعب نادي المقاولين العرب في استاد القاهره، نادي المقاولين كسبنا 2-0 في اخر 5 دقائق وكلنا قلنا خلاص شكرا الدوري راح. الدور الموسم اللي وراه الدور الاول انت مبتعد عن نادي الزمالك ب 13 نقطه. لك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان ساعتها كان في السوشيال ميديا الجزء السلبي فيها، بقول لك الجزء السلبي كان موجود، كان الفريق عمل ايه؟ الفريق انهار. صحيح، كان الفريق انهار تماما، انت مش هتقوم على رجله، عايز تعمل دفع. لازم الناس تختار امتى الوقت، طبيعي الرياضي هيحصل له ايام دروب، هيحصل لك ايام نتائجك مش ماشيه معاك، فانت محتاج ايه؟ الرياضي محتاج دفعه، الرياضي محتاج الناس تقف في ظهره. انا معاك، وخاصه لما المدير الفني بيبص على اللعيبه والاساسيات بتتعمل، يعني مجهود اكتر من رائع، خلق فرص موجوده، بتتكلم على في بعض الاحيان بيبقى فيها انلاكي، يعني عدم توفيق، وده مش في ايد اللعيبه ولا الجهاز الفني. النقط اللي انت اتكلمت عليها مهمه جدا يا كريم، ان احنا نقف عند الحته دي، ان احنا نخلق فرص بهذا الكم بالزبط. ولكن تترجم باهداف بالزبط. جزء منها يترجم باهداف، مش كل بالزبط. ما هنروح 5 هنجيب 5 طبيعي بالزبط. لكن على الاقل لما تروح 5 تجيب هدفين فده مقبول. الجزء كمان الاهم انك بالارقام اللي انت قلتها على المستوى الدفاعي من الدقيقه 30 للدقيقه 45 يكون في شغل جامد جدا، ان كمان اللعيبه لازم تفهم انك تركيزك لازم يكون عالي جدا خاصه في الفتره دي، لان عندك ديفو في الحته ديت، وطبيعي ان لازم تركيزك يكون طوال المباراه. لكن لو انت عندك ديفو في الدقيقه من 30 ل 45 لا، يبقى في الارم بالنسبه للجهاز الفني للعيبه، ان احنا رغم تفوقنا ورغم انك مسيطر لكن ممكن في اي وقت يجي في الجول. وتاني ما بكرر، هي نفسيه، بمعنى هي مش خطا فني خالص، لا ده نقطه نفسيه. اللعيبه محتاج من الدقيقه 30 الدقيقه 45 تشجع نفسها، شجعوا نفسكم بس، الجهاز الفني يقف على الخط برافو يلا نكمل، ما تخسرش تركيزك، خلي بالك حتى ايفن لو انت بتلاعب منافس رايح عليك 1-5 ركز. فما زي كابتن هاني، الامور دي ربما تكون بسيطه جدا لكن بتفرق، ان هي جزئيات. يعني مثلا فيتا كلوب الديتيلز الصغيره دي بتفرق. ما هو فيتا كلوب ايه يا كابتن هاني؟ لاعب جناح جه من الطرف، بدل يعني هو اختيار ايمن كان خاطئ، هو افتكر ان هو هياخده على جوه، راح دخل على جوه وشاط الكوره تدت نفس اللاعب هو اللي كملها. فاحنا ما بنتكلمش اصلا ولا في جمله، ولا بنتكلم ان في سكرين اتعملت على لعيبه النادي الاهلي، ولا بنتكلم ان في حصل اختراق 1 2 اتلعب خالص، ده مجهود فردي بحت. صحيح. فده يوضح لك ان في عدم تركيز او زي ما حضرتك تفضلت وقلت
في تقليل شويه بان فيتا كلوب مهما عمل مش هيوصلوا اصلا محمد الشناوي. خلي بالك برضو كريم انت اتكلمت على جزئيه مهمه جدا، ان احنا الشوط الثاني اتعمل كورسات كتيره جدا. نعم. واشتغلنا من اليمين كويس، اشتغلنا من الشمال كويس. نعم. لكن كمان لو استعرضنا معاك ارقام المباراه امبارح هتلاقي ان احنا مسددين 28 تسديده. نعم. منهم 14 تسديده على المرمى. سبعة في الشوط الاول وسبعة في الشوط الثاني، فده تنوع كمان. يعني الناس اللي يعني عشان تاني نقول ان في فرق انك بتنتقد نتيجه وفي نعم. فرق انك بتقيم اداء. صحيح. على مستوى الاداء التقييم كان اداء اكتر من رائع، ويمكن الارقام على الشاشه عندنا، ويعني انت برضو انت تحللها معايا يا كريم. طبعا كانت التمريرات نفسها طبعا بتوريك مؤشر الماتش. تخيل فرقه عامله 652 تمريره وفرقه عامله 298 تمريره، بنتكلم تقريبا في اكثر من الضعف. وبالتالي التصويب على المرمى 28 مره، انا بس مش شايف الرقم بتاع فيتا كلوب، ست مرات يعني 28 تسديده مقابل 6 تسديدات فيتا كلوب، 14 منهم على المرمى واربعه على لفيتا كلوب. الاربعه يا سبحان الله يعني نسبه التوفيق نسبه التوفيق عاليه جدا جدا لفيتا كلوب. انك شوط اربع مرات اتنين يجي جونين طبعا منهم واحد ركله جزاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لهم نقطه التعادل. بس تاني كابتن هاني بالنسبه للارقام وهي كلها مؤشر طبعا اللي احنا شفناه، وانا عارف طبعا ان كل الجمهور الناس كلها النهارده بقت كويسه في الكوره وعندها البيز وعندها القاعده ازاي النهارده تشوف المباريات، ولكن الاكيد ان احنا قدمنا مباراه كويسه. وعايز برضو بصراحه اقول رساله لمروان محسن، طول ما انت مركز وبتتحط في الرول بتاعك وانت عارف الرول بتاعك وكمل. والنقطه كنت عايز اقولها لحضرتك في بدايه النقطه انت اشرت ليها، ان مروان محسن عنده حته مميزه جدا 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 لما الكوره العرضيه العاليه بتجيله على مشارف منطقه الجزاء مش جوه، بيعمل مروان بينزلها لزميل بيعمل مش بيوجهها للمرمى. مروان عنده خبره كبيره جدا في الحته دي. ايه خبرته؟ لو الكوره بعد نقطه منطقه الجزاء مروان هيفكر ان انا هوجهها تارجت المرمى. طيب جات لي قبل نقطه الجزاء، جات لي على مشارف منطقه الجزاء، ما اقدرش اوجهها على مروان. ليه؟ المسافه بعيده، يبقى صح اعمل ايه؟ انزلها. وما ده دور لزميل. كمان ده دور المدير الفني ودور اللعيبه اللي معاه، ان عارفه مروان بيشتغل ازاي. طبعا. طبعا. يعني لو مروان جوه البوكس قريب من السكسيارد خلاص بيفنش. طبعا. لو بره يعني مش بره منطقه الجزاء، يعني بعد البنالتي كده. نعم. البوينت، يبقى لازم يتواجد حد ياخد الكره الثانيه. اجاي عملها كويس قوي، قفشه بيعملها كويس قوي، محمد شريف عملها كويس قوي، وكان قريب انه. نعم. يحرز. فدي كلها يعني نقاط ايجابيه. احنا بنتكلم دايما على الايجاب، لكن طبعا. طبيعي ان الناس زعلانه على النتيجه، لكن دايما بفرق ما بين تقييمك للاداء وتقييمك للنتيجه، وده اللي شرحته النهارده بشكل اكتر من رائع يا كريم. وحاجه صراحة. اخيره، لازم دايما ما نعملش حساب ماتش بماتش، ده امر صعب جدا. لا، الدوري هو عدد من المباريات، احنا بنلعب 34 مباراه، فالدوري منافسه في الدوري ما ينفعش تحولها لي منافسه ماتش بماتش ماتش بماتش، ده امر صعب جدا. طبعا. دوري ابطال افريقيا دول مجموعات، هو ست مباريات، لازم النهارده اجي اتحاسب ست مباريات. سبب بسيط جدا يا كابتن هاني، هو احنا في الوقت الحالي، الوقت الحالي اهو، في اي فتره انتقالات لاعبين مفتوحه؟ لا طبعا. هقدر النهارده ادخل اي لعيبه جديده الفرقه؟ طب خلاص، ما ينفع. يبقى اول قاعده هقولها لنفسي، طالما ان المساحه دي مش عندي في الوقت الحالي، يبقى لازم كل الدعم سبورت طبعا للمجموعه اللي معايا، لان النهارده لو انا مش قصدي كمان، لا يعني من الذكاء اقول لنفسي، لو انا النهارده كمان بعد النتيجه السلبيه دوست عليهم، طب ما انا هخسر اللي جاي. صحيح. طب ما انا يمكن عندي فرصه ان اكسب اللي جاي. صحيح. طب ليه اضيعه؟ خلاص اللي حصل حصل، واللي حصل انا شفت النتائج بتاعته وشفت الارقام بتاعته، ولكن محتاجين نتعلم. واتمنى حتى في النقطه اللي انا قلتها الاخيره بتاعه مروان محسن دي، ان وولتر بواليا زميله في الفريق اتمنى يتعلم من مروان الحته بتاعت لو انت بتلعب الهيد من ورا نقطه الجزاء نزلها لزميل، لو الكره جايه لك بعد نقطه الجزاء وجهها للمرمى. كمان اضيف لك كريم بعد يعني الفقره المميزه دي، ان كمان يعني دايما معدن لعيبه النادي الاهلي بتظهر في الاوقات الصعبه ان شاء الله باذن الله، وعلى مر التاريخ، ويمكن انا واحد من ابناء النادي الاهلي اللي مر علينا برضو مواقف صعبه. المواقف ديت هي بتكون ان شاء الله طريق البطوله، واحنا واثقين في طبعا لعيبتنا ان شاء الله الموقف الصعب ده يعدوه، وباذن الله كل التوفيق لفرقتنا بدايه من مباراه الاسماعيلي، مباراه مهمه استعدادا لمباراه طبعا فيتا كلوب. وباذن الله زي ما بقول، احنا جماهير النادي الاهلي وانا واحد منكم كجماهير ومحب النادي الاهلي، سبورت لفرقتنا
مهما كان سبورت الجهاز الفني، سبورت للعيبة، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله. مباراة الإسماعيلي ومباراة فيتا كلوب. كريم بنشكرك شكرا جزيلا، وفقرة دايما مميزة. شكرا جزيلا كابتن هاني، كنت سعيد متواجد مع حضرتك. شكرا شكرا ليك. دي كانت طبعا نهاية فقرتنا مع كريم. بعد الفاصل الكابتن الكبير محمد عامر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر، وفقرتنا الحوارية الأخيرة مع واحد من نجوم النادي الأهلي البارزين الحقيقة اللي قدروا يحققوا إنجازات مع النادي الأهلي، وحصدوا طبعا مع الفريق إنجازات كثيرة جدا. واحد من الجيل التاريخي اللي ضم عدد كبير من النجوم، كان طبعا على رأسهم الأسطورة محمود الخطيب. معنا النهاردة في الفقرة دي نجم النادي الأهلي السابق والمدرب القدير كابتن محمد عامر، علشان نتكلم عن مشوار الأهلي الإفريقي، مباراة مرتقبة للأهلي مع الإسماعيلي في مشوار الدوري، وغيرها من الأمور المهمة الكثيرة التي تخص النادي. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك. منورنا. الله يبارك فيك. الله يخليك كابتن هاني. كابتن يعني مبسوط ان انا معاكم النهارده. احنا يعني سعداء بوجودك يا كابتن معانا، قيمه كبيره جدا. الله جدا الله يخليك. وسعداء دايما بتكون معانا في البيت الكبير، يعني بتبقى حلقه مميزه وفقره مميزه. دايما اقول البيت الكبير بيجمعنا، بيجمعنا كل يجمعنا. الاهلي يجمعنا. هو البيت الكبير، هو البيت الأهلي الكبير. صحيح. وبيت الاهلاويه النهارده طبعا جمهور الاهلي يثق بكم، ده الاول هاشتاج على ترند طبعا. فالنهارده بنتكلم عن جمهور، لا زي ما كنا بنتكلم كده قبل الفاصل وفي الانترو، ان جمهوره ده حماه، هو السند والداعم الرئيسي الأول والأخير جمهور النادي الأهلي. النهاردة هاشتاج رقم واحد على تويتر: جمهور النادي الأهلي يثق بكم. فدي رسالة مهمة جدا جدا. ممكن نبدأ حديثنا بالموضوع ده؟ طبعا ده مفيش أهم منه. مفيش أهم من جمهور النادي الأهلي. وجمهور النادي الأهلي ما كانش بيحضر المباريات دلوقتي في الاستاد بالفعل، لكن على السوشيال ميديا وبيساند الفرقه على السوشيال ميديا. يعني كان من فتره كان فيه هجوم على راس حربه مروان محسن. وانا حتى عملت بوست عشان يعرفوا ان واحد من ولاد النادي الاهلي بيساندوا، واحنا لازم نسانده لان ده ابننا. النهارده اهوت في الماتش بتاع امبارح جاب هدف، والهدف ده لو ما كانش جه ما كناش كنا طلعنا مغلوبين. النهارده الاتحاد الافريقي مختاره من ضمن اربعه اخرين اجمل هدف. الاتحاد الافريقي النهارده بيعلن عن اجمل خمس اهداف في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا، منهم مروان محسن. بالظبط. فاحنا طبعا الموقف اللي احنا فيه او اللي احنا حطينا نفسنا فيه محتاج الدعم من كل من الجمهور ومن اعلامنا، وان احنا في افريقيا بنمثل مصر كلها، مش بنمثل النادي الاهلي بس. فالجمهور فعلا اكبر داعم لينا واكبر داعم لفرقتنا ان احنا نكمل المشوار. ولسه المشوار احنا الامل موجود فيه ان شاء الله باذن الله بعد مباراه امبارح. فيعني دي يعني انا مع الـ وتعودنا عليها كابتن. يعني احنا عارفين، احنا اولاد النادي الاهلي عارفين ان دايما جماهيرنا، بالرغم في الفتره الاخيره يمكن السوشيال ميديا دخلوا بعض الغرباء عن النادي الاهلي او سياسات النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي، وبيعملوا نفسهم منتمين للنادي الاهلي، وبالتالي في نوع من انواع الشوشره شويه. لكن بنتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي بتحبه دايما، تبقى سبورت ليه كمان في المواقف الصعبه. أيوة مفيش شك يا كابتن ان احنا في موقف صعب، خلينا نتكلم بكل امانه. طبعا يعني طبعا احنا في موقف صعب، لكن من الموقف الصعب دوت دايما ان شاء الله بتيجي البطولات. نتكلم على الموقف الصعب وبداياته يمكن، والثلاث مباريات في البطوله الافريقيه. بدانا مباراه المريخ، اداء جيد في الشوط الاولاني لكن التهديف في الشوط الثاني. نتكلم على مباراه سيمبا، اداء سيء بكل امانه سيء، والنتيجه جدا. سيئه طبعا. احنا لكن شفت مباراه امبارح بيتا كلوب ازاي من منظور الكابتن محمد عامر اللعيب وكمان مدير فني على مستوى رائع. بص، هو اللعيبه امبارح كان في ضغط بسبب مباراه سيمبا الاولانيه. يعني احنا اتغلبنا في سيمبا، وانا اعتقد ان سيمبا مباراه سيمبا يعني كان ممكن تطلع الدرون، كان ممكن ان احنا نكسب برضو فيها، لكن احنا ما اديناش الاداء اللي هو يوصلنا للمكسب او للدرون. صحيح. ف الضغط اللي اللعيبه كانت فيه ان احنا جايين مغلوبين والمجموعه اتلخبطت ومستعجلين من هناك. صحيح. ان احنا نلعب، عايزين نلعب الماتش بكره،
عشان نعوض. واعتقد ان احنا يعني حصل كلام كتير قوي ان احنا يعني كلنا كنا بنقول الهزيمه دي كانت يعني هزيمه دي كانت للنادي الاهلي بتحفز اللعيبه وهتخلي اللعيبه هتخلي اللعيبه تعرف ان الله حق وده الم على وشها لان ما يتهاونش في الـ في الـ في, الـ في المباراه القادمه. فجت مباراه امبارح كان في تركيز اكتر من اللازم. يعني انت عارف لما بتبقى بتمسك كوره او بتجيلك الكوره عاوز تضمنها قوي ما بتجيبهاش. انت يعني في كام كوره جم لقفشه بالذات كان عايز الفرصه الاخيره واحده في الشوط الثاني وقفها لو وهي جايه خدها فيرست تايم. انت عارف الكوره لما بتلعب فيرست تايم محدش بيعدل موقفه محدش بيعدل وضعه في وقفه او في المدافعين طبعا بيبقى وضعهم الفرص اللي ضاعت امبارح. اولا النادي الاهلي لعب مباراه جيده جدا والمستوى الاداء كان جيد جدا. كان في ناس فوق العاده كان مستواهم عالي جدا. قفشه كان في اجيه يعني كان في يعني ايمن اشرف ونقله من سيرد باك لباك ليفت. وان كان برضه هو غلط في حته ان الراجل فات منه في الجول اللي دخل فينا. لكن كان في افراد على يعني مستواهم فوق العاده كمان. فكون ان احنا نضيع هذه الاهداف ومفيش توفيق لا نلوم جهاز فني ولا نلوم لعيبه. لان احنا اللعيب اللي بيضيع يعني في منظور الناس اللي هي مش فاهمه قوي يقول لك اللعيب اللي بيضيع ده ايه ده انت جايبين. بالعكس انا بقول ان الفرد اللي بيضيع ده بيحط نفسه في اماكن صح كتير. بيحط نفسه في الاماكن اللي تؤهله ان هو يسجل. لكن في توفيق وعدم توفيق في شغل تخصصي بقى يعني للفرد ده مع المهاجمين للمهاجمين. بس ده ينطبق كلام حضرتك ده على بواليا؟ يعني احنا ملاحظين في الفتره الاخيره ديت انه في حاله من عدم التوفيق جدا وامبارح باتت بشكل ملحوظ يا كابتن عامر. يعني مع بواليا انا عايز اقول لك بواليا بواليا دوت لعيب كويس جدا وهينفع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. هو محتاج يبقى في الملعب. ايه اللي حصل لبواليا؟ هو مش موفق لسه الافارقه بياخدوا وقت على بال ما يندمجوا مع الفرقه. خاصه ان هو جاي من فرقه صغيره لفرقه كبيره تاخد بطولات. يعني وهاني يعرف الشعور دوت. لما احنا كنا فين؟ انا كنت في كفر الشيخ وجيت النادي الاهلي ضغوط في فرقه مختلفه خالص والعزيمه والرغبه والاسم والدوافع وكل حاجه اتغيرت. عشان انا بلعب في فرقه هي وان واي بتلعب على بطوله ما بتلعبش على مركز ثاني ولا او بتلعب على مركز ومتفوكس عليها طول الوقت الاهلي. فهو الأهلي. هو محتاج بس ان موسيماني وده انا باخده على موسيماني ان هو بيخرجه. يعني انا يعني الماتش اللي جاي الاسماعيلي انا عاوز يلعب يبدا بيه ويلعبوا الماتش كله حتى لو وحش سيبه في الملعب. في ساعات يا كابتن برضه المدير الفني تحت ضغوط انه ما عندوش رفاهيه الوقت وما عندوش رفاهيه مثلا التعادل وما عندوش رفاهيه انه يعني ما عندوش فتره طويله انه يجرب فيها. يعني الكلام دوت ممكن لو حاسمين مثلا الدوري وخلاص الدوري للنادي الاهلي فبيديله فرص كبيره. ساعات المدير الفني بيتحط تحت ضغوط هو مقتنع بيه كمهاجم لكن ما عندوش رفاهيه الوقت ده. احنا محتاجين الناس تقول لا محتاجين محمد شريف في الفينش بتاعه احسن فممكن نديله. يعني انا معاك دي وجهات نظر يعني ما هي دي وجهات نظر بس انا معاك. هو الولد محتاج يبقى في الملعب. يعني هو في الماتش بتاع امبارح مضيع كام كوره واذا انه بيتحرك وبيخلق لنفسه الفرص. ويعني قفشه لما بيمسك كوره وبعدين بيرفع راسه لفوق بيدي اللي هو بيتحرك في المكان المظبوط وهو بيتحرك. فكون ان هو بيضيع ده ما كل الفرقه ضيعت امبارح. كل الفرقه ضيعت. بنون ضيع يعني بنون سجل وحسين الشحات محمد شريف ضيع وقفشه ضيع واحده بدماغه واحده اللي هي جت جنب القائم يعني كله ضيع. يعني اذا مش هو بس. فانا انا بتكلم على ان انا عاوز اكسبه قدام. يعني احنا لسه الدوري طويل
وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله هنصعد ان شاء الله في بطوله افريقيا. وانا دايما بقول لكم ان شاء الله دايما بتقول لنا كده وان شاء الله هناخد الدوري باذن الله يا رب. فهو محتاج بس وقت، ياخد وقت طويل، ما تستناش على ان هو يبقى مش موفق او بيغلط كام غلطه وشده. طب هي دي النقطه اللي عايزه اروح بيها لمروان. يمكن امبارح مروان بلمسه يد رد على اللي بيشكك في قدراته بالظبط، قد ايه مدى اهميته في اللي جاي وفي خط هجوم الاهلي في الفتره اللي جايه كابتن محمد؟ ده مهم جدا. احنا يعني ما احنا دلوقتي عندنا الفرص الضايعه كتير، فمحتاجين مروان محسن، محتاجين بواليا، محتاجين محمد شريف، لو في موجود صلاح محسن محتاجينه. المنافسه بينهم لازم تكون كبيره في ان احنا يبقى في الماتش احسن اتنين منهم يبقوا موجودين. فاحنا محتاجين الناس دي في الماتش. لمسته يمكن بقول لك ردت على عوده، يعني انا دايما بقول يمكن في عدم توفيق شويه في اللمس الاخير، في جزء اكيد عدم توفيق وفي جزء على اللعيبه نفسها وعلى تركيز اللعيبه وعلى ادائهم. حضرتك بتقول يمكن الضغوط اثرت شويه على التركيز، استعجال في وقت من الاوقات، مستعجلين عايزين نكسب بسرعه. خلي بالك كمان يعني استعجالهم وتركيزهم خلاهم مهتموا بالماتش قوي واحترموا الخصم جدا، وتضييع الاهداف من اول دقيقه لاخر دقيقه، تضيع الاهداف في الاول خلاهم مطمئنين ان هم طب احنا بنوصل، يعني مش مهم دي تضيع، احنا هنجيب الوقت فاتهم بقى، الوقت بقى ياخدهم. برضو انا عاوز انوه على حاجه، ان في برضو غلطات دفاعيه عندنا، يعني لازم يبقى في شغل تخصصي. يعني احنا البديهي يا كابتن هاني ان الباك ايمن اشرف ما يخليش الوينج او المهاجم يستلم كوره، لو ما خلوش يستلم كوره ما يخلوش يلف، لا احنا اداله فرصه انه يلف ويواجهه ويعدي وخاف لا يقاوم ما يعمل ضربه جزاء فاتعملت بالعرض. ونقطه فنيه كمان، الطبيعي كمان انه يطلعوا لبره مش يدخلوا جوه الملعب، بالظبط كده، يعني حتى لو يعني لعيب عشان يبقى يزنقوا في الخط، يبقى الخط حتى لو جت كورنر خط زميل ليه. بالظبط. الحاجه الثانيه الفولو، احنا دايما بنقول لما يبقى حتى في ضربه الجزاء، لما يبقى في ضربه جزاء بنقول للفراوده الفولو صح. بعد كوره ممكن الجول يصدها واحد يخش يحطها، لو الديفنس شايف ان واحد بيشوط يعمل فولو على الجول بتاعه. انا اللي اروح انا مدافع، انا اللي اروح اخدها، مش المهاجم. ده المهاجم شاط وعمل فولو عليها وهو اللي جابها. يمكن في اللقطه شفنا يمكن كان ايمن شويه بيلوم على ياسر ابراهيم على النقطه اللي بتحرك حضرتك بتتكلم فيها، والشناوي كمان، يعني في ناس قالت لا ده جزء يتحمله الشناوي، انا بقول لا، الشناوي المسافه كانت قريبه جدا بتاع الشوط وعمل ريفلكس اكتر من رائع. كان من الطبيعي ان ياسر ابراهيم يبقى هو اللي كان اقرب ليه بدر بنون، مش ياسر على فكره، يعني كان ياسر ابراهيم وايمن اشرف ناحيته، او كان يعني واحد لازم يعمل فولو عشان كان لازم ياخد يعمل فولو على الكوره على الكوره دي، لان كانت يعني الشناوي ما كانش يقدر يمسكها، يعني هو ده اقصى حاجه عملها. صحيح. والشناوي كان موفق بصراحه يعني. طب واحنا بنتكلم على الدفاع النهارده، محمود متولي بيشارك في التدريبات، مهم اكيد عوده محمود متولي بجانب بدر، بجانب ايمن اشرف وياسر، وطبعا من خلفهم الحارس الامين. بص حضرتك الفتره اللي احنا فيها محتاجين كل اللعيبه، لان احنا في كورونا بتيجي للعيبه وبتقسط منك لعيبه، في اجهاد لانك بتطلعي من بطوله افريقيا تخش في البطوله المحليه، بتسافري البلد الافريقيه اللي انت رايحه تلعبيها، وفي اجهاد، فاحنا محتاجين كل واحد في الفريق. ان احنا النهارده لما يبقى ياسر ابراهيم مجهد هيلعب مكانه ايمن اشرف، لما يبقى بنون مجهد هيلعب مكانه ياسر ابراهيم، يعني محتاجين كل الناس. ان احنا في الماتش اللي جاي دوت كل الناس اللي هي بعيده عن الماتشات تلعب، يعني طبعا يعني
من غير ما نخل بتوازن الفريق ومن غير ما نخل بالانسجام جوه التيم. وطبيعي برضو خلينا نتكلم في البوزيشن اللي ممكن يكون محتاجين فيه لعيبه باسرع وقت. اعتقد كمان ناصر ماهر من الناس المميزه جدا، ممكن لو قفشه، انا اعتقادي قفشه بيقوم بدور اكتر من رائع، وكان في التشكيله المثاليه للاسبوع بالنسبه للاتحاد الافريقي الكاف، حطوا مع التشكيله المثاليه. نتكلم على صلاح محسن، لان صلاح محسن كمان عنده يعني جزئين، الجزء الاولاني انه راجع من الاصابه لكن جعان كوره بلغه الكوره، أيوه. وعنده اللمسه الاخيره جيده، يعني صلاح لما كان معانا في المنتخب كان حتى يعني كان من مميزاته اللي المدير الفني الجيري كان بيقول له عليها، انك مميز جدا انك من 3 فرص ممكن تجيب هدفين، وده اللي صحيح. شويه مفتقده مهاجم النادي الاهلي يا كابتن. ايوه، لا هو يعني احنا محتاجين، انا بقول لحضرتك احنا محتاجين كل لعيب يبقى موجود، يعني صلاح محسن، ناصر ماهر، برضو يعني اللي هم مجموعه الناشئين اللي كانوا معارين بره، معارين ورجعوا. لازم يخشوا، لازم ياخدوا. يمكن ناصر ماهر كان عنده اصابه، خلع في الكتف، عنده وقت شويه، يمكن برضه خلي بالك الاصابات اثرت معانا شويه في الفتره اللي فاتت، وليد سليمان خاصه. وليد سليمان ومعلول، برضه معلول كان جابها يعني اسيست في ماتشات كتير قوي، يعني اوفراته وشغله من ناحيه الشمال، يعني حاجه جميله جدا. وبعدين يعني وليد سليمان يعني بينزل 5 دقائق بيجيب جول. صحيح. 5 دقائق يعني 5 دقائق دول ما يكفوش حد حتى ياخد على مود المباراه يعني، وبينزل كانه بيلعب بقاله 90 دقيقه. صحيح. فكل دول برضو اثروا معانا في، لكن ان شاء الله باذن الله انا يعني هو الموضوع بقى مع فيتا كلوب. دي اصعب مباراه من المباريات اللي جايه يا كابتن محمد. ايوه، لا هي ما هو فيتا كلوب ده هو اللي متساوي معاك في النقط. صحيح. لما تكسبه يا تخلص عليا يا اخلص عليك. لما هتكسبه يبقى انت الامور بقت في ايديك. ايوه. لكن لو تعادلت معاه هو هيبقى في ناحيه وانت في ناحيه. الفرق اللي مش هيقابلك تاني. يعني انت هتبقى تقريبا 5 نقط وهو 5 نقط. أيوة. بس انت تعوض التعادل بتاع القاهره لازم تكسب هناك، ده وده اللي قاله موسيماني، هو مطلوب مننا احنا نكسب هناك. ما هو مطلوب مننا نكسبه هناك، يبقى انت بعدته يعني. بالظبط. لكن لو تعادلت معاه يبقى انتوا ماشيين مع بعض. بالظبط. هو في اتجاه وانت في اتجاه، انت صحيح. هتلعب، انت مش هتقابله تاني، دي تاني مباراه ليك. بالظبط. هتقابل انت مش ضامن الفرقه الثانيه هتعمل معاه ايه، ومش ضامن الفرقه الثانيه هتعمل معاك ايه. هو كابتن دايما مش عايزين يعني دايما لغايه دلوقتي وجماهير النادي الاهلي عارفه ان الكوره في ملعبنا، بمعنى ان احنا مش منتظرين نتائج الغير، يعني هتوصل في مراحل كده بتوصل، اصل لو المريخ اتعادل مع بيتا فاحنا ما وصلناش للمرحله دي. لا، ما هو هتوصل لنتائج الغير لو انت تعادلت مع فيتا كلوب. انت مهم جدا تكسب فيتا كلوب عشان صحيح. توصل تاني يعني. ممكن يتصدر استثني بقى سيمبا من الموضوع، انا اعتبر ان سيمبا بقى الاول خلاص. يعني وده ممكن كمان اللي جايه الامور تتغير يعني، ما بقولش ان مزبوط. لكن هو المهم بالنسبه لك فيتا كلوب، لان فيتا كلوب انت 4 بونت وهو 4 بونت. صحيح. فانت محتاج تكسبه، كسبته عديته خلاص، تبقى 7 وبعدين هتقابل المريخ ان شاء الله. خليه هو يجاهد بقى في المريخ بشكل كبير مضمون يعني باذن الله، يعني ان شاء الله يعني بقول يعني باذن الله يعني بقول باذن الله. لا ان شاء الله. بصي ان شاء الله هاني عارف المقابلات الافريقيه الافارقه مع بعض، احنا في افريقيا عشان احنا بنقول افارقه مع بعض، بس احنا واحد برضه من افريقيا، بس الافارقه مع بعض بيبقى مقابلاتهم غير لما فرقه من شمال افريقيا، من شمال افريقيا بتلعب من فرقه من تحت، من جنوب مزبوط. افريقيا او من وسط افريقيا او غرب افريقى. فبيبقى في فرق جامد جدا، بدليل ان المريخ تعادل مع سيمبا. صحيح. يعني فيعني احنا مهم جدا المباراه بتاع فيتا كلوب. تقصد حضرتك ان احنا مبارياتنا، احنا
مصيرنا في ايدينا في المباراه في اللي احنا هنلعبها دلوقتي في ايدينا. دلوقتي في ايدينا المباراه اللي جايه احنا مصيرنا في ايدينا، احنا اللي هنحدده باذن الله طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مباريات بتسعة نقط واحنا معانا اربعه، احنا 13 نتصدر يعني خلاص بحسبه صغيره كده. ما انت لو كسبت فيتا كلوب هتبقى بتفكر في حاجه ثانيه الصداره باذن الله. ده اللي يخليني اسال حضرتك عن الوسيله الاقرب والاسهل اللي من خلالها نقدر نتخلص من ظاهره الباد فينش اللي ال 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 نهايه الهجمات يعني وطبعا اللي بتحصل بطريقه يعني هو معروف مكتملة. ان بعيد بقى عن الشغل الفني الشغل النفسي عشان ما احنا مش عايزين نقول ان النادي الاهلي خلاص خرج والدنيا ونمسك اللعيبه نقعد نهزق في اللعيبه ونقعد نقول اللعيبه مش عارف ايه لا اللعيبه عملت اللي عليها وما كانش في توفيق ولازم نتعامل معاهم يعني بحنكه عشان خاطر احنا قدامنا لسه المشوار ولسه قدامنا الامل والامل لسه في ايدينا. بس اصبحت اداره الفرص دي بس هو كتير الامر صعب. نعم اصبحت فكره دار الفرص ديت كتير. لا ما هو ده بقى يخش بقى في الشغل الفني احنا بنجيب ولا سوء توفيق وحظ بس لا هو طبعا هو دايما الكوره فيها شغل وفيها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني ما فيهاش شغل بس لا هو فيها توفيق من عند ربنا فالشغل هيتعمل اكيد موسيماني عارف الاخطاء فين وهيشتغل شغل تخصصي للفراوده انفرادات حاجات كروسات من على الجناب بحيث ان هو يصلح الوقفه يصلح الدخله كل دوت مهم جدا وكمان شغل تخصصي للديفنس عشان برضو الغلطات لان احنا هم راحوا علينا ثلاث مرات واحده ضيعوها واثنين جابوها يعني فرقه انا بقول فرقه طيبه جدا ده فرقه يعني كانت تاخد خمسه سته مرتاح صحيح بس هو ما فيش توفيق من عند ربنا هو جاز ربنا حاططنا في يعني في اختبار شديد شويه ان احنا نطلع متعادلين عشان يشوفنا بقى في المشوار اللي جاي وما فيش فرقه بمساوانا يعني هي سيمبا بس اللي هي تعتبر بتلعب كوره فرقه كويسه تلعب كوره لكن فيتا كلوب بعيده خالص عن مستوى سيمبا خالص يا بيتا كلوب هي لو جه فيها بس يعني لو كنا الفرص اللي جبناها الشوط الاولاني جبنا هدفين كنا هنتفرج على خلاص يعني مهرجان بالظبط اللعيبه كانت هتاخد ثقه كانت هترتاح لان هي كانت مشدوده برضو يعني انت لو تحس بالفرص اللي ضاعت يا هاني تحس ان اللعيب عاوز يضمنها قوي يعني بيمسك الكوره عاوز يعني يمسكها ويجري بيها ويحطها في الجول احنا قلنا كل حاجه اتعملت في الماتش امبارح كل حاجه اتعملت عشان عايز يضمنها قوي يعني في كورتين الثلاثه اللي جم لقفشة يعني لو فيرست تايم بيشوط جوال هتخبط في واحد وتخش يعني لكن بيوقفها وفي واحده في الشوط الثاني وقفها بعد الشوط الاثنين ده جوه كان جوه قدام السكسيار بالظبط المدافع جه صدها وقف قدامه فيعني ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي ربنا يوفقنا فيه ويعني مفيش حاجه مستحيله لا مفيش حاجه مستحيله طبعا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مع كابتن محمد علي برحب بحضراتكم في البيت الكبير مرة تانية وفقرتنا المميزة مع الكابتن الكبير محمد عامر مستمرة كابتن محمد عايزين تاني نرجع للمباراة وناخد رأي حضرتك الفني في بعض أجزاء المباراة اللي يمكن بعض الناس على السوشيال ميديا أو جماهير النادي الأهلي بتناقش فيه على مستوى التغييرات على مستوى الأداء الفني لموسيماني حضرتك شايف أولا هل في لوم على موسيماني في مباراة زي مباراة امبارح والجزء الثاني هل كان من الوارد او من الممكن يعني بعد الاطمئنان على النتيجه 2-1 كان الدفع باحد لاعبي وسط الملعب المدافع حفاظا على النتيجه وخاصه ان كان فاضل يمكن مش اكتر من 10 دقائق لنهايه المباراه راي حضرتك في الجزء الاولاني والرؤيه الفنيه للجزء الثاني
طبعا موسيماني معلوش اي لوم في اي حاجه، واحنا دايما بنقول الفرقه دي وراها مدرب. بمعنى ان الفرقه لما بتبقى وراها مدرب يبقى شغلها باين، بتستحوذ على الكوره كويس، بتروح للجول، بتضيع، بتسجل، يبقى في مدرب بالشغل ده مش جاي من فراغ. صحيح. احنا امبارح مضيعين اكتر من 15 فرصه حقيقيه. ايوه. يعني الوم المدرب في ايه؟ بالعكس، انا يعني انا كنت شايف كمان ان يعني تغييرات، يعني لو ما كانش غير كنا برضه هنجيب الجونين. ان احنا كنا بنوصل كل شويه للمرمى. لو ما كانش نزل محمد شريف لو ما كانش ومروان. نزل محمد، احنا بواليا كان بيروح كل شويه، هيضيع الاولانيه، هيضيع الثانيه، هيجيب الثالثه. بس التغييرات اعتقد كانت، لكن هو بقى في رؤيه يعني. ما هو احنا بنتكلم في رؤيه. صح. غير برضو، قال لك برضو يعني ما هو مش موفق، فنزل محمد شريف، نزل مروان محسن وبدا يلعب براسين، والاثنين جابوا جول، وبرضو ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كمان بعد توفيق ربنا بيدل فعلا على دايما انا اقول انه موسيماني عنده قراءة جيدة للفريق المنافس، وده بالفعل تحقق امبارح لما قرى الدنيا بسرعة جدا ونزل البديلين شريف ومروان، فحصل فعلا الجولين دون. في مدرب بيستغل الدوافع. يعني عارف ان مثلا مروان محسن ده لما هينزل عاوز يكسر الدنيا عشان يغير الفكره اللي الجمهور واخدها عنه ويحرك دوافعه اللي جوه. فبينزل بالفعل مروان محسن نزل حط هدف. الولد الثاني محمد شريف عنده برضه رد فعل شديد، كره ما تردت راح حاططها يعني بعد جهد كبير عملها اجاييه بصراحه. اجاييه كان من نجوم المباراه بصراحه. كان هايل جدا. فطبعا يعني ممكن انزل او اعمل تغيير وما اكسبش. ما هو طبعا التوفيق برضه سامعك وانا بره بقول يعني ما هو افرض احنا كنا كسبنا، كان موسيماني ده هو احسن مدرب في الدنيا في العالم. لكن احنا نبص بقى في الحاله اللي فيها درون، فيها خساره. طب خسر وهو عمل اللي عليه ولا لا؟ تعادل وعمل اللي عليه ولا لا؟ ولما تعادل اللعيبه ضيع كم فرصه؟ ووصلوا للمرمى كم مره؟ نبقى عارفين. لكن صحيح. لما يتعادل بسبب تغييرات مش كويسه وما لعبناش وما وصلناش للمرمى ومنظر الاداء لو عدى اسبوع مش هنكسب. كل يعني دوت هو دوت اللي حصل تقريبا في مباراه سيمبا، وكان الانتقادات على مستوى المباراه يعني. مباراه سيمبا كان فيها، بس واضح يا كابتن ان الاداء الفني بالنسبه للموسيماني والاداره الفنيه بتاعنا المباراه عن الثانيه زي اللعيب. يعني لو شفنا مباراه سيمبا مختلفه تماما عن حتى مباراه امبارح، ففي حتى توقيتات التغيير اتغيرت، بقى في جرأة ان هو بيغير بدري. كان الاول بيتاخر في التغييرات، هو بدا كمان غير طريقه اللعب، لعب براس حربة في الوقت المناسب. ايوه وبدا باللي نهى به هناك بالظبط. يعني ال 12 دقيقه اللي احنا لعبناهم بدا بيهم، بس هو الوحيد اللي غيره كان ياسر ابراهيم، ما لعبوش من الاول. صحيح. بعد 12 دقيقه يتصاب محمود وحيد ويلعب ايمن اشرف باك ليفت وينزل ياسر ابراهيم. الجزء الثاني اللي كان كابتن هاني بيسال عليه، تكثيف الناحيه الدفاعيه علشان تامن الجول، كان محتاج موسيماني يعمل ده ولا لا؟ ولا فيتا كلاب ما كانتش المنافس القوي اللي احنا نعمل معاه ده؟ بس بعد ما نقول الخبر العاجل، لابورتا خلاص فاز برئاسة نادي برشلونة الأسباني. كنا بنتابع مع حضراتكم الخبر دوت أول ما بدأنا الحلقة، هم هنكسب إنا بساعة. فالنهاردة النتيجة حصل على 57% من إجمالي عدد الأصوات، وكنا بنقول في بداية الحلقة أنه الأقرب للفوز برئاسة نادي لابورتا برشلونة. يعني هو من رئيس النادي وطبعا برشلونة السابق، وحصل معه مع السداسية، ويعني عنده شعبية كبيرة جدا، على علاقة كويسة جدا بميسي، وده موضوع تاني طبعا. الجزء التاني اللي ممكن يكون فيه قلق، اعتقد ممكن يكون رونالد كومان هو اللي عنده مشكلة على الإدارة الفنية لبرشلونة، لأن كان
هو يعني كان بيتكلم ان هو لو في ظروف يعني الكلام ده يمكن من 3-4 شهور لابورتا قال انا لو هبقى رئيس لنادي برشلونة هيبقى في تغيير على مستوى الإدارة الفنية. هو بيفكر في بعض المدربين، كان بيفكر في تشافي طبعا دلوقتي نادي مع نادي السد القطري عامل وخد الدوري، وكمان كان بيفكر في بعض المدربين التانيين. فاعتقد الخبر ده مش سعيد بالنسبه لرونالد كومان، لكن سعيد بالنسبه لميسي اكيد اللي سعيد جدا بهذا الخبر. أنا اعتقد برضو ان هم يعني هم هناك مش بالفكر بتاعنا ان هو يبقى في يعني علاقه عداوه بينه وبين البتاع ده، يعني اول ما يجي يشيله على طول. لا طبعا هو هيبقى في توقيتات صحيح يعني عشان يمشيه، يبقى في توقيتات صحيح. لو نتائج ماشيه كويس ما هو عمره ما هيقول له امشي. هو النهارده كمان اتلتيكو مدريد اتعادل مع ريال مدريد، فده قرب برشلونه كمان شويه. برشلونه في المركز الثاني، لسه برشلونه متواجد على مستوى الشامبيونز ليج، فالامور وده ما بيحصلش في اوروبا انت عارف. طبعا يعني الارجاء ان هو يجي يشيل كل الناس دي ما اعتقدش. لا لا خالص، لكن ما بفكروش كده. لا صحيح خالص صحيح لا صحيح خالص يعني. طيب نرجع تاني احنا بس عايزين نقول معلش ننوه بس انه بالارقام كان بيشارك في الانتخابات دي 57,000 عضو من اجمالي 87,000 عضو في الجمعيه العموميه النهارده، وكان منهم يعني 20,000 تقريبا او يزيد قليلا او 663 عضو برضو صوتوا عن طريق البريد الالكتروني طبعا نظرا لانتشار فيروس كورونا. فكان ده اول مره يحصل حتى في تاريخ الانتخابات بشكل عام. كان في مشكله حصل قبل كده، قال لك عن طريق البريد الناس تنتخب عن طريق البريد، كان في شويه مشاكل. لا ما ينفعش عن طريق البريد، ممكن يكون في لعبه الاصوات او ده اكيد. فالامور كلها يعني مشيت بشكل سلس جدا، وكان المتوقع لابورتا طبعا يفوز بهذه الانتخابات. ونشوف بقى برشلونه بقى في مرحله لابورتا يعدلها تاني المفروض لحسن الامور بقت صعبه جدا. طيب نرجع تاني لمشوار النادي الاهلي الافريقي، وحضرتك بتتكلم ان على مستوى الاداء ما فيش اي لوم لموسيماني. على مستوى خلينا نتكلم على مستوى يمكن كان كريم موجود معنا، كريم سعيد الناقد الرياضي محلل، كنا بنتكلم يا كابتن ان يعني بيدخل فينا اهداف يمكن في الشوط الثاني في الدقيقه من الدقيقه 30 للدقيقه 45. ازاي موسيماني يحل الجزئيه دي؟ هل على المستوى التدريب على مستوى المعنوي على مستوى ممكن تكون صدفه في الدقائق دي، لكن يعني مثال المباراه اللي بتاعت فيتا كلوب واضح ان الكره لما بتتنقل للثلث الهجومي في عندنا هناك في عند هجومنا، الديفنس بيبقى واقف مش 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 مراقب كويس، بدليل ان الكره اول ما بيقطعوها وبيلعبوها لقدام عندهم سرعات كويسه بصراحة. عندهم سرعات. طب انا ازاي؟ ما هو ده خطأ دفاعي يعني ساذج جدا. احنا دايما كنا نقول للديفنس بتاعنا الكرة اول ما تطلع من عندك ابدأ ظبط نفسك، كل واحد يبقى قدامه واحد بحيث ان الكرة ممكن تترد عفوا كده واحد يشوط تخبط. او هفكرك بكرة جت فينا جول، كان اهلي وزمالك والكرة وصلت عند عبد المنصف، كان عبد المنصف حارس مرمى الزمالك وشاطها على طول بسرعه جدا، راحت لعمرو زكي، عمرو زكي نط خدتها بدماغه وحطها في الجول. مين عند عبد المنصف؟ يعني دايما بيقولوا لنا يا كابتن اصعب المواقف الدفاعيه وفرقتك معاها الكوره. ايوه يعني انا بقول دايما التركيز العالي للمدافع ما بيكونش انت بتبقى والفرقه الثانيه معاها الكوره، لان كده بتبقى مركز. لكن انت بتبقى انت مفكر انت مش جوه اللعب، انت جوه اللعب بالظبط. انت السردباكات بتبقى واقفه تتفرج على اللعب ومش واخده بالها من الخصوم. صحيح. انا لما ابقى انا ممكن اتفرج على اللعب وابص على اللعب، لكن حاطط الخصم قدامي، انا حاجز بينه وبين الجول، لكن مش حاطه جنبي او عيني عليه. يعني حتى على مستوى المساحه، على مستوى الرؤيه موجود، عيني عليه. لو جات له الكوره ابدا احط نفسي في موقف الدفاع المظبوط. لكن ده ما حصلش في ماتش فيتا كلوب، بدليل الثلاث كور راحوا، واحده كانت هتيجي في الشناوي ضاعت واتلعبت بره، واثنين جم جوال.
اجوال يعني ساذجه جدا. ما هو ايمن اشرف اترقص واتلعبت بالعرض فحد دخل حطها اللي هو نمره 7 دوت والجول الثاني ما فيش حد عمل فولو على الجول بتاعنا. بس هي ضربة جزاء يا كابتن، برضه هنرجع لموضوع التحكيم. ضربة جزاء بصراحة انا كنت عايز بقى كويس انت قلت يعني ازاي الاتحاد الافريقي ما يبقاش فيه فار؟ ليه؟ ازاي بطولة ده بطولة كبيرة زي دي ما يبقاش فيه فار؟ ده يعني انا كان عنده حق كابتن صالح سليم لما بعدنا عن بطولة افريقيا كام سنة، كان عنده حق لان في حاجات كتيرة قوي في الاتحاد الافريقي ده مش مظبوطة. يعني النهارده الفار في كل حته، في الدوري المحلي ده، في الدوري المحلي عندنا، ومش لو في فار في ما كانتش اتحسبت. عشان كده دايما بنتكلم عن معاناه الاهلي مع التحكيم الافريقي. طبعا محنك في الوقعه يعني جري كده قام واقع بالظبط، يعني لاول وهله انا فكرت انه اتكعبل. لكن لو في فار بقى اول حكم واقف في بوزيشن يسمح له برؤيه افضل، ما كمان دوت ما هو ده حكم كبير يا كابتن. حكام النخبه، فحكام النخبه لازم في المواقف ديت يبقى واقف في بوزيشن يسمح له ان ياخد قرار صح. فانا اعتقد ان هو كمان ما شافش غير الراجل بيقع، يعني هو حتى ما شافش عمرو السوليه ده هو ازاي، هو لقى الراجل وقع راح مصفر ما ترددش يعني هو الوهله الاولى تحس ان فعلا في ضرب، دليل ان هو واقف واقفه تديله المنظر انه مكعبله. مش بوزيشن يشايب بالظبط من الجنب، لانه كان على شكل عمودي وبالتالي شاف الوقت. بقى يبقى في فار طبعا نروح طبعا يبقى في عدل صحيح. لكن احنا كده احنا كده اتظلمنا. عشان كده ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا في الماتش اللي جاي باذن الله مع فيتا كلوب وهنكسبهم ان شاء الله. من الواجب وضروري فعلا ان نطبق في دور المجموعات ده مهم جدا. يطبق الاولى في الدوريات المحليه بيتطبق، في الاولى في المباريات الدوليه. وبعدين هنا علامه الاستفهام هنا كابتن عامر انه ازاي يتطبق في جزء من البطوله وجزء اخر لا، يعني ده برضو ده يطبق من يعني بدايتها من دور الثمانيه النوك اوت يعني. ايوه ماشي، بس طب ليه مش من بدايه البطوله يعني؟ البطوله قيمه البطوله بتتوقف كمان الحكم ليه دور، يعني حتى لما بنتفرج على تشامبيونز ليج الاخراج ليه دور في التصوير. يعني طبعا الحكام ليها دور، الشكل العام للاستادات ليها دور انك بتسوق للبطوله. حتى يعني بتتكلم على حاجات المفروض الاتحاد الافريقي طبيعي جدا انه مهتم بيها، يمكن في الفتره اللي جايه بعد طبعا وجود رئيس جديد. وده قاله على فكره من البرنامج الانتخابي بتاع موتسيبي، قال انه لازم الفار يكون على اعلى مستوى في كل البطولات طبعًا الافريقيه طبعًا في كل المراحل، وده مهم جدا. انت بتتكلم في التصوير يا هاني، ده التصوير ده مهم جدا، ده التصوير ده حتى بيبين لنا كجمهور والله فرقتك عليها بيلنا. شوف ما تبقاش متحامل على الحكم، ما تبقاش متحامل على الفرقه الثانيه، ما يخلقش تعصب. صحيح صحيح. طب ليه انت النهارده دي بطوله كبيره وبطوله مهمه جدا للفرق اللي بتلعب فيها. طبعا طبعا. فلازم يكون في فار، لازم يعني. ده انا مش عارف النادي الاهلي ليه ما يعني طبعا هو بتاعه الاتحاد الافريقي، لكن انا اعتقد انها يعني خلاص هي كده من ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في دور الثمانيه وموجود تقنيه الفار. مش عشان يدي النادي الاهلي برضه، عشان الناس ما تفهمش غلط، لكن فير للجميع، العداله للجميع، ويبقى الدنيا تبقى واضحه بالظبط. بالظبط يعني. بالظبط. طيب نتكلم شويه عن الاسماعيلي، ونتكلم عن المواجهه المرتقبه ان شاء الله للاهلي في الدوري المحلي بقى. شايف حضرتك افضل تشكيل ممكن يحطه كابتن محمد عامر من وجهه نظره، ايه التشكيل الانسب؟ هو الاول المباراه دايما بين الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه يعني فيها نديه شويه، ومن زمان. ايوه كنت عايز اقول لحضرتك يعني قول لنا كواليس دايما النادي الاسماعيلي، بالرغم من النادي الاسماعيلي دلوقتي في المركز ال 16، لكن دايما مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ليها اجواء خاصه، كواليس وذكريات الكابتن محمد عامر مع مباراه الاسماعيلي. هو بص مباراه الاسماعيلي احنا دايما كنا بنحب نلعب، بنروح حتى في الاسماعيليه استاد الاسماعيليه نحب نلعب هناك، ملعبهم حلو ولاعيبتهم بتلعب كوره، واحنا كلاعب بيهاجموك. لعب مفتوح يعني. لعب مفتوح يعني بالظبط، ما فيش بقى تكتل دفاعي. فتلاقي في لعب حلو من الفرقتين،
اي نعم احنا كنا على طول بنروح نكسبهم. اخر جول ليا كان جول زي بتاع مارادونا، خدت الكرة من 18 لل 18 هناك وحطيتها قبل الاعتزال. قبل ما اخر كان اخر ماتش اخر جول ليا واعتزلت. وهم كمان بيحبوا يكسبوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بياخد لعيبه من عندهم صحيح كتير وكده، فطبعا في 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 نديه. لكن فرقه كويسه، فرقه الاسماعيلي من ايام كابتن علي بجريشه طبعا. والجيل الجميل ده والعلاقات جميله جدا، والعلاقات بيننا وبينهم كويسه. اي نعم في نديه وفي تعصب شويه من الجمهورين، لكن احنا بندوبه بان هم بيشوفوا اداء كويس من النادي الاهلي ومن الاسماعيلي. المباراة طبعا الاسماعيلي في موقف حرج جدا، وفي في الموقف 16 والنادي الاهلي الثالث، لكن ليه حوالي خمس مباريات او ثلاث اربع مباريات مؤجله تقريبا. فطبعا المباراه مش هتبقى يعني سهله. الاسماعيلي عاوز يكسب عشان يحسن من موقفه، والنادي الاهلي عايز يستعيد الصداره في بطولته المحليه، لان هو النادي الاهلي من مميزات النادي الاهلي ان احنا بنقفل الصفحه على بطوله، بنخش بطوله وبنركز فيها تماما، ونعرف موقفنا ايه، عايزين من الماتش ايه، عايزين التلاته بونت ولا عايزين ايه من الماتش. فكل دوت بيبقى في حسابات النادي الاهلي. اكيد كمان على مستوى حسابات النادي الاهلي ان شاء الله الفوز بمباراه زي ديت كمان هتاهلك نفسيا ومعنويا قبل مباراه او قبل سفر للكونغو لمباراه مهمه جدا. فانت لما ان شاء الله بنسافر وانت كسبان، غير لا قدر الله لما يحصل تعثر ويبقى الامور صعبه. من هنا هاخد يا كابتن رؤيتك زي ما قال سهام للشكل العام اللي يبدا بيه موسيماني المباراه. هل موسيماني يبدا بمباراه تبقى هي دي البروفا لمباراه فيتا كلوب، ولا يدي بعض اللعيبه اللي عندها نفس شويه ان هو ما بتبداش بيها المباريات وتبقى راحه شويه لبعض اللعيبه اللي ممكن يظهر عليها الاجهاد من خلال المشوار الافريقي؟ الاثنين يعني ميكس، يعني ميكس، لازم اوازن بين الاثنين. يعني لازم يبقى في لعيبه يعني برضو انت مع بال ما يجي لك ميعاد الماتش ممكن يبقى في عندك لعيبه مجهده بالظبط، فانت في لعيبه بعيده عن المباريات وعندك لعيبه غايبه يا كابتن النهارده. عندك علي ومحمود وحيد دلوقتي وناصر. ما هو احنا هنجهز بقى الناس اللي موجوده لعيبه كتير. بس احنا بنلعب قدام امر واقع، احنا صحيح. في ظروف كورونا وظروف اجهاد وظروف انت بتطلع من بطوله تخش في بطوله. كل دوت برضو مش اي فرقه محطوطه فيه، احنا اللي محطوطين فيه صح. وبعدين حتى النادي الاهلي لما بيلعب فرقه محليه او فرقه من افريقيا، اللي من افريقيا بيجي على ان احنا ابطال افريقيا صحيح صحيح، فبيطلع كل اللي عنده، كل الجهد اللي عنده. المدربين الفنيين بيحفزوا لعيبتهم بشكل أيوة. وتلاقي رئيس النادي بيطلع تصاريح طبعا. وبيطلع مش عارف ايه، والنادي الاهلي واحنا هنكسرهم وهنعملهم نفس الشيء في البتاع ده. فطبعا يعني موسيماني في المباراه دي ممكن ان هو يجرب الشغل اللي هو عايز يعمله في الاسماعيلي مع الحفاظ ان هو طبعا عايز لازم يكسب الماتش طبعا. ولازم يطلع بالثلاثه بونت ويجهز الناس اللي هي ممكن تبقى بديل كويس للناس الاساسيين، يدخل برضو ناصر ماهر. ايه العناصر الجديده اللي ممكن يدخلها موسيماني بتشكيل النادي يعني الاهلي؟ ممكن يطلع دخل صلاح محسن، ناصر ماهر. ناصر لسه قدامه شويه يعني لو ناصر ماهر قدامه شويه يبقى ممكن دلوقتي كمان هيجيب تقريبا شهر. مين؟ محمود وحيد. محمود وحيد عنده بس العضله الخلفيه للاسف. على مستوى الهجوم خلينا على مستوى خط الدفاع ما اعتقدش في تغييرات. انا بقول بواليا يلعبوا الماتش كامل بدل محمد كله. يعني محمد كله. شريف محمد شريف ما يبداش. محمد شريف يبدا يا ممكن محمد شريف يبقى مكان شحات ويجي من تحت وارد جدا. ويبقى في تبادل مراكز بينهم، ده لما ده يطلع ده ينزل. وبعدين دايما الفراود الافارقه اللي احنا بيجيبهم من بره يقول لك انا بلعب من تحت راس حربه، مفيش واحد بيجي راس حربه صريح. فهم واخدين على كده، والولد بواليا بينزل يدافع وبينزل من تحت وكده. لما ينزل محمد شريف ما يطلعش في الملعب. محمد شريف من الروس الحربه اللي مستقبلهم جيد جدا وجاي، فبرضه ما طلعوش.
انا كمدير فني لما ابقى عاوز لعيب حاسس ان هو هيفيدني اديله ماتشات ممكن يبقى في 3 4 ماتشات وحش بعد كده بتلاقيه انطلق. فدي مهمه. يعني محمد شريف ممكن يبقى مكان شحات بواليا اجايه وتحتهم اكش وتحتهم ده الرباعي اليو ديانج والسوليه برضو لازم ياخد لان السوليه برضو لسه راجع وكده حمدي فتحي انذار ثالث فمش هيلعب المباراه تمام. ويبقى في برضو محمد هاني في ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف وشين نو وان شاء الله ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ويعني حتى في كلامنا عايزين السوشيال ميديا عايزين الصحفيين يتكلموا كلام يبقى كلام ايجابي نشجع فرقتنا ان احنا يعني ان شاء الله بنكون على قد المستوى ولا قد ان احنا باذن الله نواجه الظروف الصعبه اللي احنا حاطين نفسنا فيها باذن الله. عايز اتكلم عن دور اللعيبه الكبار في المواقف اللي زي دي، واكيد طبعا يعني لازم استغل وجود حضرتك تحكي لنا عن بعض هذه المواقف من اللعيبه اللي كانت يعني بتدير بتحتوي وبتحوط على اللعيبه باللغه الدارجه. يعني كلمنا كابتن عن المواقف ديت في الظروف اللي زي ديت، كابتن الكبار كانوا بيعملوا ايه؟ كنا دايما يعني لو بي بي يعني لو لما كنا احنا بنلعب كان بيجي لنا الكابتن صالح سليم كان يقعد معانا بالرغم ان هو يعني كان قليل الاجتماعات بينا بلعيبه كان يجي وكان بيقول له انتوا كويسين برغم ان احنا كنا وحشين جدا. انتوا لعيبه كويسه ولاعيبه هايلين وخليكم عندكم ثقه واهم حاجه تعمل اللي عليك سيبك من النتيجه واخسر مفيش مشكله لكن اعمل اللي عليك اطلع وانت مرتاح من الملعب اعمل تبقى حاسس ان انت عامل اللي عليك هتكسب وربنا هيكرمك. فكان دايما في المواقف دي وكابتن محمود عمل كده فعلا يمكن كابتن محمود كان عمل جلسه كبيره جدا مع اللعيبه يمكن بعد مباراه سيمبا زي ما حضرتك بتقول دايما المواقف الصعبه دي بيظهر فيها الكابتن محمود بشكل اكتر من رائع عمل سبورت للجهاز الفني وشجع لعيبتنا بشكل كبير جدا. فيعني ودايما بقول يا كابتن يعني معدن بقى لعيبه النادي الاهلي لازم يظهر الماتش ده. ايوه طبعا يعني يبقى دي كلمتي ليهم بصراحه ان يعني انتوا بقى اللعيبه يعني في الاول والاخر يعني الراجل او الجهاز الفني وصلكم لحاله ان انتوا النهارده بتضيعوا 15 فرصه حقيقيه فانتوا النهارده اللي هتبقوا في الصوره انتوا يعني اللوم هيبقى عليكم انتوا مش هيبقى على حد تاني. وبعدين انتوا بتمثلوا اكبر نادي في افريقيا يعني لابد ان انتوا تبقوا على قد المسؤوليه وكل واحد فيكم يعني فرصته ان هو في النادي الاهلي دي فرصه اساسيين كلهم فرصه لا أساسيين. اللي يجي النادي الاهلي ويمشي كده مر الكرام كده ده يبقى غبي. ده لازم اعلم ابصم ابقى من علامات النادي الاهلي يقولوا ان هاني جاء النادي الاهلي بصم ومشي محمد عامر بصم ومشي بيعدونا احنا كنجوم وكلاعيبه محترفين يا كابتن محترفين كمان ما يجيش اللعيب كده يجي النادي الاهلي وتاني سنه مستواه يقل ويمشي ده فرصه ان انت في النادي الاهلي وبعدين انت بتمثل نادي كبير لازم تبقى على قد المسؤوليه ولازم اللعيبه انا متاكد ان اللعيبه بتاعتنا رجاله صحيح. وان شاء الله هيشرفونا في المباراه القادمه باذن الله وهنصعد باذن الله باذن الله واحنا دايما نقول كده جمهور النادي الاهلي ورا فريقه جمهور النادي الاهلي بيثق فعلا بفريقه. بعد الفاصل بقى كنا نوهنا في بدايه الحلقه عن سؤال حلقتنا من هو المحترف الذي تتوقع تألقه مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. بعد الفاصل نرد على هذا السؤال عن طريق طبعا مواقع الاتصال الاجتماعي وناخد طبعا راي كابتن محمد عامر الكابتن الكبير اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير. كنا سالنا سؤال مع بدايه الحلقه تتوقع مين يكون المحترف اللي ممكن يتألق مع المنتخب ان شاء الله المنتخب الوطني المصري خلال المباراتين القادمتين.
عندنا طبعا كابتن حسام البدري من شوية أعلن طبعا ست أسماء هتنضم إن شاء الله لمعسكر مارس، تم اختيارهم بالفعل. لكن خلونا كده نستعرض بعض إجابات حضراتكم، ونبدأ من فيسبوك. يوسف خلفاوي من فيسبوك بيقول: أتوقع تريزيجيه ومصطفى محمد، علي ياسر قال صلاح وكوكا، أيمن عبده قال مصطفى محمد، كمان أستاذ محمد شكري قال لك مصطفى محمد وتريزيجيه، أستاذ إبراهيم عيد قال أكيد صلاح. على مستوى تويتر كان حاتم أبو غزالة كان بيقول أتوقع تألق تريزيجيه، عبد الرحمن عصام قال محمد صلاح، ومحمد أسامة بيقول مصطفى محمد طبعا، أحمد بيقول تريزيجيه. يعني ده على مستوى التويتر. على انستجرام يا سهام، على انستجرام أستاذ كريم هاني قال أبو مكة، طبعا يقصد محمد صلاح. عمر أحمد قال محمد صلاح وتريزيجيه. عبد الواحد عادل قال مصطفى محمد. كمان أستاذ محمد أبو الوفا قال لك صلاح، وأحمد محمد قال مصطفى محمد. كلها يعني ما بين محمد صلاح مصطفى محمد. تتوقع مين يا كابتن محمد الفترة اللي جاية، مين ممكن يتألق مع المنتخب؟ هو طبعا الموجود مع المنتخب قبل كده في تريزيجيه وفي محمد صلاح طبعا والنني وكده، لكن انا بقول مصطفى محمد هيبقى نجم ساطع جدا مع المنتخب، لان هو كمان يعني حالته طيبه جدا في تركيا، صحيح، وعمل ماتشات كويسه جدا، وتقريبا لعب حوالي 7-8 ماتشات حاطط 7 جول. صحيح. انا اعتقد يا كابتن على مستوى يعني المحترفين طبعا يمكن حجازي عشان بيلعب بس في الدوري السعودي في اتحاد جده، يعني اعتقد بيقدم مباريات اكتر من رائعه. حجازي كمان نوعيته من نوعيه راجل يعني طبعا في لعيب مهما اختلف الدوريات صحيح ليه هو يعني شخصيته بقى شخصيته فيها رجوله وفيها روح قتاليه، فيها الفايت سبيريت عنده شديد جدا على مستوى اللعيبه بتوع البريمير ليج، خاصه البريمير ليج. تريزيجيه يمكن كان في فتره غياب شويه، لكن رجع بقوه جدا مع استون فيلا، بيأدي بشكل اكتر من رائع. وتريزيجيه كمان من فترات طويله كان يعني كان محمد صلاح طبعا يعني، وكان ليه حق ان هو مغطي بشكل كبير. اعتقد انا تريزيجيه كمان هيبقى ليه اعتقد بصمه كبيره جدا مع المنتخب. محمد صلاح بعد هزيمه النهارده كمان، ويمكن كان نفسيا مش مظبوط للاسف. يعني ده تامن ماتش على التوالي على ارضهم، ويمكن محمد صلاح النهارده كان اخطا شويه في الهدف، لكن على المستوى المعنوي مش في افضل حالاته خالص. فانا بتفق مع حضرتك كمان ان مصطفى محمد كمان اعتقد مصطفى محمد وتريزيجيه على مستوى الهجوم، بالرغم ان كمان احمد حسن كوكا مكسر الدنيا برضه، يعني بسمع عنه سمع جيد جدا في اليونان بس هو يعني ده الكلام ده من بدري مش من دلوقتي، لكن بيختلف تماما مستواه في مع المنتخب المصري، مش عارف ليه ايه السبب مش عارف. يعني هو بيلعب تحت ضغوط، في ضغوط حواليه مفيش، يعني المفروض ان هو خبره والدوري هناك يعني اقوى من طبعا هو لعب على مستوى الشامبيونز ليج كابتن، لسه كمان على مستوى حط جون للفوز في قدام اندهوفن وخرجه من البطوله، مستوى المعنوي عالي جدا، هو متالق كمان. الكيمياء بقى بتاعت المنتخب مش عارف فيها لسه مش عارف اصل هو مش مستواه مش عالي هناك من دلوقتي، ده من بدري من بدري، بس كل ما بيجي المنتخب نفسيا يعني يا كابتن تفتكر ان نفسيا انا مش عارف يعني ايه السبب اللي بيخليه يعني الكيمياء بتاعته مش متوافقه مع تذبذب في الاداء، يعني ممكن يكون الكابتن على مستوى غير ما بنشوفه بره غير ما بنشوفه بره خالص. ما هو يعني ده نقطه حضرتك اتكلمت عليها، انه ساعات بيثبت يعني هو عارف ومتابع السوشيال ميديا، وعارف ان يمكن في انتقادات عليه من فترات طويله، يمكن ممكن الفتره اللي فاتت، فبيجي بقى بيحاول يقدم اكتر، بيكون مركز قوي، فما بيقدرش يبقى ريلاكس، يعني ما بيقدرش يتحرر من الضغوط ديت، ما بيتحررش من الضغوط دي زي هناك بالظبط. يعني هناك حتى لو ضيع ما بيهمش،
بالظبط بالظبط، لكن انا حاسس ان هو بيتحاسب متراقب على الوحده متراقب. ممكن تاثر عليه ممكن فنيا، ممكن يعني تكون دي برضه تاثر عليه فنيا يعني، لكن هو اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه باذن الله باذن الله. لكن محمد صلاح زي ما حضرتك قلت كده، هو طبعا نفسيا لان في دروب في ليفربول بشكل كبير جدا، خاصه المباريات اللي على ارضهم بيخسروا على ارضهم. ممكن ده ياثر على ادائه مع المنتخب الوطني كابتن؟ ممكن جدا، ممكن جدا بياثر بسهوله. طبعا ممكن جدا، اللعيب نفسيه اصلا طبعا. يعني ومحمد صلاح من اللعيبه اللي ما بيحبش يبقى وحش، صحيح يعني، حتى حاسب نفسه وعنده دايما يعني تحس انه حتى ما بيضيع كوره بيبقى بيلوم كده وبيقى فخاصة بقى ما يبقى في وسط أهله ويلعب وحش، وهم يعني كل الناس حاطة الأمل عليه على إنه هو أحسن محترف في المحترفين اللي موجودين. فطبعا وفعلا ده اللي لامسينه من خلال يعني الإجابات حتى يعني مع الناس معولة عليه بشكل كبير طبعا. محمد ما فيش شك يعني. طيب هنيجي لمشوار المنتخب نفسه، حضرتك عارف إن في مباراتين مهمين عندنا، كينيا وجزر في كينيا وجزر القمر في القاهرة، متصدرين المجموعة. لكن تفتكر حضرتك بقى على مستوى المحترفين اللي في مصر، احنا عارفين في 6 محترفين في الخارج جايين، لكن على مستوى الاختيارات جوه مصر تفتكر توالي المباريات بشكل كبير جدا، ودايما لعيبة النادي الاهلي بيكون هي الاكثرية في المنتخب على مر العصور مش عشان احنا اهلاوية يعني. تفتكر هذه الضغوط بالنسبة اللي بيمر بيها النادي الاهلي من خلال توالي المباريات، من خلال توالي الضغوط الكبيرة دي، ممكن تأثر بالسلب شوية على أداء منتخبنا الفترة اللي جاية؟ والله هو ممكن لو 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 اللعيبة زي لعيبة النادي الأهلي كده، الله أقدر في بطولة زي بطولة أفريقيا يعني الدنيا ما بقتش ماشية، وممكن تأثر طبعا نفسيا. احنا بنتكلم على محمد صلاح انه جاي من فرقته متأثر نفسيا، لأن فرقته المفروض إنها بتلعب على 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 الدوري وبيتغلب على ارضهم بقالهم 7-8 مباريات بعد تألق لافت يعني كمان. طبعا ده ممكن طبعا المستوى البدني، خاصة ان حسام البدري بيتجه للفرق الاكثر استعدادا او للعيبه الاكثر طبعا اكثر استعدادا، ودايما يعني من زمان قوي من قبلينا كمان اللي المدربين بتوع المنتخب كان بيجوا اغلب عناصر المنتخب من الاهلي والزمالك، صحيح الاهلي والزمالك فيهم احسن لعيبه، صحيح مع احترامنا لبقيه اللعيبه، لكن دول بيلعبوا على دوري، بيلعبوا في افريقيا، احتكاكهم اكتر، استعدادهم اكتر، مدربينهم احسن، خبرات كمان على مستوى الدوري. حتى لما بتلاقي المدير الفني بياخد مثلا واخد خط كامل من الاهلي، ممكن نقول خط الديفنس كله واخده من الاهلي، نص الملعب واخده من الزمالك، الفراوده واحد من الاهلي واحد من اسماعيلي واحد كده، تلاقي التشكيله بتاعت المنتخب مش يعني من بقيه الاهلي غير من بقيه الفرق غير الاهلي والزمالك واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير، لان هو برضو ايه يقول لك انا لما اجيب خط كامل اللي هو في تفاهم بينهم وبين بعض، بدل ما اجيب هاني من الاهلي ومحمد عامر من الزمالك، لا بيجيب خط كامل، حاطط خط كامل، فهو هيتاجر في منتخب مصر للعيبه الاهلي والزمالك، ولعيبه الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا، الزمالك برضو في 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 المجموعه الثانيه يعني برضو ممكن يبقى عندهم مشاكل طبعا، عندهم مشاكل في طبعا، واحنا ممكن الله لا قدر يبقى عندنا مشاكل، اللعيبه هتتاثر نفسيا عادي، ده غير المجهود البدني كمان يا كابتن، والمجهود البدني السفر والبتاع ده وكده، برغم ان احنا ده تشوف زمان كان السفر شكله هاني، دلوقتي كلها طيارات خاصه، تاخد طياره خاصه ده احنا كنا راكبين طياره حربيه هاني، كنا قاعدين على ديكك والله 14 ساعه واحنا رايحين كوتوكو، 14 ساعه في الجو والله، كان في طقمين طيار بيغيروا مع بعض، ما كانش في ترانزيت ساعتها يا كابتن، ما انا عارف ما كانش في، احنا رايحين كوماسي عشان كوماسي مطارها حربي فخدنا طياره حربيه، بيشيلوا الكبسوله من الطياره دي وحطوا دكك وحاطين مراتب ورا كل اللي عايز ينام مع الشنط كده يعني، النهارده طياره خاصه وعاوز تروح قبل الماتش بيومين بتروح، عايز تروح قبل الماتش بيحصل النهارده في تكلاب قبل ماتش كان الاهلي باسبوع تقريبا يعني،
فتره طويله برضه اجهاد على مفيش شك اجهاد طبعا وتوالي المسابقات بس احنا كنا رجاله برضه احنا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله ولعبتنا رجاله برضه يا كابتن يعني ان شاء الله باذن الله يعني هيبقوا رجاله وان شاء الله هنفرح بيهم يا رب يا رب هيفرحونا ان شاء الله باذن الله. لو حابب حضرتك اي كلمه توجهها للعيبه او للجهاز الفني تقول انا الجهاز الفني لا لوم عليه ولا 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 يتلام باي شيء غير ان اللعيبه يعني انتوا زعلتوا جمهوركم فرحوه الماتش الجاي زعلتوه احنا عارفين انتوا عملتوا اللي عليكم وما كانش فيه توفيق من يعني في المباراه ان انتوا تسجلوا وتكسبوا لكن انا عايزين بقى يعني يبقى في تركيز شويه الفتره اللي جايه والفرصه لسه قدامكم وخلي الامور في ايدينا ما تبقاش بالزبط. في ايدين غيرنا الامور عشان تبقى في ايدينا نكسب فيتا كلاب الماتش الجاي ان شاء الله خلاص يبقى احنا بعدناه ويبقى الامور في ايدينا هيبقى فاضل لنا المريخ بره وسيمبا عندنا سيمبا يعني احنا كلنا ثقه يا رب ان شاء الله بتقول كده كلنا ثقه في لعيبتنا وكلنا ثقه في الجهاز الفني وده الوقت اللي حضرتك بتتكلم عليه ان جماهير النادي الاهلي كمان جماهير النادي الاهلي عارفه كده ان ده الوقت اللي نقف ورا أيوه. فرقتنا ورا جهازنا الفني ورا لاعبتنا لان المشوار طويل ويعني مباراه وعدت عدم توفيق في رعونه من بعض اللعيبه في بعض الاخطاء كل ده وارد لكن هم دول الرجاله جابوا لنا الثلاثيه دوري وكاس وبطوله افريقيا وثالث عالم وهم دول باذن الله ان شاء الله اللي هيكملوا احنا ما نقفش يعني معاهم وهم كويسين صح مزبوط. احنا نقف معاهم وهم محتاجين الدعم مظبوط يعني احنا لازم نبقى سبورت ليهم في 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 ان احنا نشجعهم وناخد بايديهم وحاطين فيهم ثقه كبيره ان هم ان شاء الله باذن الله هيعدونا لبر الامان باذن الله ان شاء الله اشكرك جدا كابتن محمد شرفتنا النهارده نورتنا يا كابتن وشرفتنا مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده بكره ان شاء الله على موعد جديد في البيت الكبير من 10 لوحده تصبحوا على خير